الستريم اشتغل. تمام كده الستريم بدأ، يلا بينا. النهارده هتكون سيشن مختلفة شوية، يعني قلت الكلام ده قبل الستريم بس نقوله تاني عشان لو حد هيشوف الفيديو بعدين. هي النهارده هتكون زي تشيك بوينت، هنبدأ نشوف احنا وصلنا لإيه وإيه اللي ممكن نشتغل عليه أكتر. معظم الكلام هيكون دردشة، هنشوف actual implementations ونبدأ نحلها. أنا للأسف الفترة اللي فاتت ما اتكلمتش عن كومباين وطلبت من الناس إن هي تشتغل بكومباين، ففوجئت إن أنا خلال أسبوع في الوان وانز اللي بعملها مع الناس إن معظم الناس مش إزاي نشتغل بكومباين، ويعني إيه ستريم، ويعني إيه أب ستريم وداون ستريم. كل الكلام ده هنبص عليه النهارده، إزاي نكتب يونت تيست للكلام ده برضه هنبص عليه. كان في برضه ناس مشكوره جدا على سلاك بدات ان هي تحط امبلمنتيشنز وازاي نظبط ازاي نعمل يونت تيست للكلام ده. برضه هنشير الابروتشز اللي هم عملوها وازاي ممكن كمان ننهانس الابروتش ده، بحيث ان احنا لما نكتب اب ونكتب يونت تيست ليه ان احنا نكون فعلا بنكفر الايدج كيس، نكون بنعمل اكشوال يونت تيست مش بكتب يونت تيست علشان انا عملت يونت تيست وخلاص او انا وصلت لكفرج معينه. لا، هو ده مش اللي احنا عاوزين نوصله. بعد كده المفروض ان احنا هنبدا هيكون في ديسكشنز، لو حد عنده اي اسئله في اي حاجه حابب يسال عنها هندردش فيها، حتى ممكن نكتب فيها كود مفيش اي مشكله. النهارده السيشن بتاعتكم، وبعد كده هيكون في فيدباك، حابب اسال منكم فيدباك عن المنتورشيب لحد النهارده لو حد عنده حاجه حابب يقولها. ولو اتبقى معانا وقت هنبدأ نتكلم عن النتوركينج، ازاي ممكن نعمل النتوركينج، وازاي ممكن ندخل كمان في المودولاريتي، ازاي هنبدأ نظبط الموديولز بتاعتنا للبروجكت. ما حبيتش الصراحة ان احنا نبدأ بالمالتيبل موديولز في الأول، لأن مش كل البروجكتس اللي بنشتغل عليها بتحتاج كده، يعني قليل قوي لما يكون معانا بروجكت عتيق كده موجود بقاله سنين ومالتيبل موديولز شغال عليها 40 ديفيلوبر وكل حاجه، فساعتها هنحتاج موديولز. بس انت بروجكت هشتغل فيه انا واربعه خمسه سته مش هنحتاج ان احنا نعمل الكلام ده، او لو طالعين بام في بي مش هنحتاج برضه ان احنا نكومبلكس الدنيا على نفسنا. يلا بينا، حد عنده سؤال قبل ما نبدا؟ انا عاوز السيشن النهارده تكون مختلفه، عاوزنا نرجع زي السنه اللي فاتت، الناس كانت بتسال كتير، الاسئله كانت كويسه. يعني خلينا النهارده ندردش، اي حد عنده سؤال او اي حاجه نتكلم فيها مفيش اي مشكله. ونبدا في حاجه كويسه النهارده برضو، محتاجين نبدا شويه في الديزاين باترن، فلما نخلص في الاخر كده هنشوف 2 او 3 باترنز، والناس ممكن تختار الناس اللي حابه تشرحهم وتيجي تعمل ابلاي للكلام ده عندنا في البروجكت، نطلع بس بمشاكل موجوده وازاي نحلها بباترن معين. الناس دي مش هيكونوا من الناس اللي في المنتورشيب، الناس الصراحه مسؤولين معايا تاسكات، فلو حد بره الناس دي او حابب ياخد معاه زي الباترن يذاكره كويس ويعمل له ابلاي ويجي يشرحه للناس تكون فكره كويسه. اتفقنا؟ يلا بينا. احنا معانا حاجات كتير. انا حابب الصراحه اكتر حاجه بتعلمنا واكتر حاجه علمتنا انا شخصيا هي الكود ريفيو. الكود ريفيو انك بتبدا تشوف الناس بتعمل الكود ازاي ونبدا نتعلم منهم، فعلشان كده انا حابب ان احنا نبدا من حيث انتهى الاخرون، يعني هنشوف الناس وصلت ليه اند ويل بيلد اب اون. فنشوف اول حاجه مثلا نمسكهم واحد واحد، ده البي ار اللي كان عمله ياسر، كان بيتكلم على باج فيكسز. خلينا كده ايه، نعتبر ان انا ما شفتش اي حاجه ونشوف ايه المشاكل اللي حصلت او هو كان بيحل ايه، وهل السوليوشنز دي كانت احسن حاجه ولا لا، وازاي ممكن نصلح الكلام ده بعدين. تمام. فخلينا نبدا كده، هذا فايده الاجتهاد انك تدخل تعمل ريفيو للبي ار. اول حاجه عاوزين نبص على التايتل، هو مشكورا احنا دايما زي ما احنا متعودين في الكونفنشنال كومنتس اللينك اللي كنا عملناه شير في الاول، ان احنا بنحاول نقول البي ار ده بيتكلم عن ايه.
هل انت بتعمل فيكس؟ هل انت بتعمل فيتشر؟ هل انت بتعمل حاجه في السي اي؟ هل انت بتعمل حاجه في البيلد نفسه؟ فده بيسهل عليك الريفيور، حد داخل يريفيو، ان هو يفهم، ياخد كونتكست كده، انا رايح لفين. تاني حاجه، لما يكون البي ار ده ملوش تيكت معينه او في حاجه جنرال، زي ياسر مثلا، هو راجل معانا السنه اللي فاتت، فهو شاف شويه حاجات محتاجه تظبط فدخل يعملها، فهو ملوش تيكت معينه. طبعا الافضل انك يكون ليك تيكت زي كده، بس طبعا ما فيش تيكت، فانت بتحط مثلا، انا بحب الكيورد دي اتعلمناها في سويفل، انت بتحط ماجيك، انا داخل اعمل حاجه ملهاش تيكت، انت التايتل بتاعك، ولو في ايموجي او حاجه زي ما اتفقنا. من الحاجات الظريفه دايما اللي احنا متعودين عليها، انك بتحط سكرين شوت لو التيكت بتاعك بتعمل يو اي تشينج، سكرين شوت. ويفضل ان هو يكون جي اي اف، لو هي حاجه فيها انيميشن وحاجات زي كده حط جي اي اف. وكل الكلام ده الناس عارفه ازاي بتريكورد جي اي اف ولا لا؟ حد مش عارف؟ طيب خليني اقول لكم ازاي تعملوا ريكورد للجي اي اف. يعني انا عارف ممكن الناس ما تكونش عارفه الكلام ده. انك كنت بتريكورد السيميليتور عادي، انك هتعمل ريكورد، بس هو لما يخلص تختار انك تسيف الريكورد ده از جي اي اف. فده بيخلي البي ار بتاعك بعد كده بيستاند كده، يعني among the other PRs، ان الناس بتحب تريفيو الكود بتاعك، انت بتسهل على الريفيور ان هو يشوف انت بتعمل ايه، خصوصا لما تشتغل بعد تيم كبير. الكلام ده بيكون في الاول كده، ايه يا عم انت تايتل ايه وكلام ايه؟ احنا انت دلوقتي شغال في سكيل صغير، احنا لسه بينا وبين بعض، بس اكيد الناس لما تطلع بعد كده في اماكن كبيره، وربنا يكرمكم تشتغلوا مع ناس تقيله، هتعرف قد ايه الكلام ده فعلا بيفرق معاك. ان الناس خلاص، ده مش احنا محتاجين بقى نبص على التفاصيل اللي الناس مش بنبص عليها واحنا في الاول. طيب انا عملت ران السيميوليتر اهوت، انا محتاج ران، محتاج ريكورد، فانت ممكن تيجي تعمل كوماند ار فيعمل ريكورد للكلام ده. علامه الريكورد ظهرت، ستارت كوكينج، ساين ان، فالمفروض هيعمل ساين ان. خلصت الريكورد، رايت كليك، سيف اس انيميتد جي اي اف. معلش هيسمي ايه؟ ايديت. هو اوتوماتيك بيكون موجود على الديسكتوب. محظوظ. خلاص معايا بس. خلاص فايندر عندي مش جايب الديسك توب. وكمبيوتر محتاج بس احط الشورت كات بتاع الديسك توب عندي في السايد بار، بحيث ان الدنيا تكون أسهل. طيب فلما تيجي تختار الريكورد بتاعك، هو خلاص بقى موجود كجي اي اف. وانس ان هو موجود معاك، بتعمل بريفيو هتلاقيه موجود. فده لو حد مش عارف ازاي تريكورد فيديو او جي اي اف عندك في البي ار بريفيو، المفروض هتلاقي الجي اي اف بقى موجود. فيعني الدنيا بتكون لذيذة شوية، انك تدي روح كده للبي ار بتاعك. طيب هو احمد ياسر هنا كان قال ان انا محتاج اجنور الجنريتد فايلز، ودي حاجه كويسه، بس انت ناسي بالك، انت كان في تريك هنا، ان الجنريتد فايلز دي انت محتاجها علشان تبلد البروجكت. الجنريتد فايلز عندنا زي الكالرز، الايمجز، فاكيد لما الكلام ده مش موجود البيلد هيفيل. فانت لما بتيجنور حاجه، انت محتاج تتيك انتو كونسيدريشن ذا بايب لاين. البايب لاين هنا هيفيد ليه؟ لان هو مش لاقي الداتا دي، فانت محتاج تعمل سكريبت
في البايب لاين في الورك فلو بتاعك، تقول له بعد اذنك روح ران روح بند الفايلز دي. الكلام ده مش ظاهر عندنا علشان احنا اوريدي عاملين الكلام ده. عاملين الكلام ده فين؟ عاملينه في البند فيز. انا هنا بقول له بص، وانت بتبيلد يا اكس كود روح اعمل لي جنريت للكلام ده، تمام؟ فمحتاجين ناخد بالنا من الحته دي، ده اول حاجه. طيب تاني حاجة، هو كان بيتكلم هنا على الشادوز، تمام، مفيش فيها أي مشكلة. الكونفيجريشنز تمام، كان عنده مشكلة في الستايلنج. في تريك برضو هنا الناس بتقع فيها، فكرة ان احنا الصور نحطها ازاي. في ناس بتجيب صور، تجيب جي بي جي تحطه، ناس تجيب بي ان جي تحطها، وتلاقي الدنيا باظت خالص يعني. فهو ياسر برضو كان صلح الموضوع ده. كان احنا عندنا في الاول كان ناس حاطه صور بي ان جي، احنا اتفقنا ان الصور يا تكون بي دي اف يا تكون اس في جي، ويفضل ان هي تكون اس في جي. حد عارف ليه؟ يرفع ايده كده اي ويجاوب او يندردش. ليه الصور اس في جي او بي دي اف مش بي ان جي؟ صدق بالحقيقة السايز بالظبط. السايز دي اول حاجه، السايز بتاع الفيكتور بيكون اصغر. ايه تاني؟ أنا مش عارف الصراحة أكتر من كده. لا هي ليها اسباب كتير يعني، كان بس هو اهم حاجه فيهم فعلا هي السايز. احنا محتاجين البندل بتاعنا السايز بتاعه يكون اقل ما يمكن. تاني حاجة يعني، هو غالبا الهبة الجاية هتكون صح. وضوح الصورة بالظبط زي ما دعاء قالت، ان الفيكتور او الاس في جي اللي هو اصلا فيكتور، هو عباره عن كود. فانت حتى كل ما تسكيل الصوره هي مش هتبكسل معاك، لان هي ما هي الا فيكتور. انت بتقول له بيترسم ازاي بس، فمش مش بيكسلز مرسومه اصلا. فانت بتكبر، فانت شايف حاجات مبكسله. فعلشان كده احنا بنحط الاس في جي سايز اقل، بلس ان مش فارق معاك الصوره دي هتبكسل ولا لا، تمام. وتالت حاجه الصراحه اللي انا بحبهم، انك مش هتضطر انك تحط اكتر من سكيل. الناس اللي بتديفلوب من زمان قوي، كان قبل كده في الايفونز القديمه والايبادز القديمه، انت كان الصوره 1 اكس، كان البوينت بتاعتها بتكون 1 اكس. بعد كده بدات يظبطوا شويه، بقت 2 اكس، النهارده 3 اكس. فانت مش مضطر انك تقول لفيجما هات لي ال 1 اكس وال 2 اكس وال 3 اكس، فانت هتطلع نفسك من الهسل ده. فانت بتدي له وان سايز وبتقول له خد السايز ده واشتغل عليه، تمام. فهتقلل على الاقل الفايلز التشينجز اللي انت عاملها في البي ار. حلو جدا. ايه تاني؟ اي ثينك يعني معظم الكلام هنا ما فيش اي مشكله. واخر حاجه، انك وانت بتضيف سترينجز بتفولو النيمنج كونفنشن اللي انتوا شغالين فيه في البروجكت. بمعنى ان احنا هنا اتفقنا ان احنا هنشتغل، هنحط اول حاجه اسم السين اللي احنا فيها. فانا شغال في السبلاش، بعد كده عندي بوتن، فهحط بوتن. مثلا المفروض هنا ده يكون سبلاش لوجن بوتن تايتل، مش سبلاش بوتن تايتل، وهكذا، بحيث انك تدي كونتكست كده للبوتن ده بتاعي. بس حد عنده سؤال في الموضوع ده بخصوص برضو اللوكاليزيشن؟ عشان ما نكونش بنظلم حد، في ناس بتحب ان احنا نحط الكلمه نفسها، يعني ان انا احط لوجن على طول، يعني مش احط سين. فتاني على حسب التيم اللي انت موجود فيه والكونفنشن اللي انت شغال عليه. لو انا هقول ان انا هشتغل على الكلمه نفسها، فاللوجن مثلا هتترجم لعربي، تسجيل دخول هتترجم للفرنش، معرفش ايه ايطاليا هتكون كذا، مفيش مشكله. حبينا ان احنا نشتغل بالكونفنشن ان احنا هنشتغل بالسينز وبعدين البيزنس بتاعها، مفيش مشكله، الاثنين صح.
ممكن بعد كده كمان شوية نجرب تولز زي البو اديتور، ان احنا نطلع اللوكاليزيشنز بتاعتنا كلها هناك، وان احنا لو شغال معانا ترانسليتورز او حد هم بيعملوا ابديت للترانسليشنز دي هناك، واحنا مع كل بلد بنفتش الليتست ترانسليشنز وندخلها عندنا في البروجكت. لو انتوا حابين نبص على الموضوع ده مفيش مشكلة، يعني نبص عليها في ويك. اتفضلي يا سارة. يعني دي في تول معينة تعمل هي الترانزليت لوحدها، احنا بس ببعت بكتب مثلا تكست انجلش وبحدد اللانجوج اللي انا عايزاه وهو بيحولها. لا هي مش بتعمل ترانسليشن لوحدها، بس هي تول. خليني اقول لك المشاكل اللي كانت بتقابلنا. انا كديفلوبر، انا مش عاوز اعمل اي حاجه بره الديفلوبمنت ايفورت او ان انا افكر في البيزنس. ففكره ان انا اجيب ترجمه واشوف الترجمه دي عامله ازاي في كل لغه، ده هسل سخيف، خصوصا لو انت عندك لانجوجز كبيره. احنا في سويفل كنا بنسبورت حوالي 12 لانجوج تقريبا، فمع كل بلد انا كنت بضطر اروح اجيب كل اللانجوج كل حاجه واحطها، فدي كانت تعتبر تاسك لوحدها. ده كان اكتر حاجه بكرهها في اي تيكت. فازاي نطلع نفسنا من الهاسل ده؟ انا بخلي الترانزليتورز يدخل على البلاتفورم دي يدخل الترانزليشنز نفسه، هو يدخلها. انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا هطلع الترانزليشنز دي، هجيب شايفين اللوكاليزابل سترينج، هطلعه لكل الترجمات اللي واحطها. فانا مش هشغل بالي خالص باي ترجمه خالص، انا كل اللي انا هعمله هو سكريبت. وبرضه احنا في سيشن هتيجي ان احنا هنتكلم عن السكريبتنج. سكريبت حقير جدا، ما بيعملش اي حاجه غير ان هو يدخل يجيب الترجمات دي يحطها في البروجكت بس. فالبروجكت هيكون ابديتد بالترجمات المظبوطه، وانا كديفلوبر انا قاعد بكتب كود بس. فالموضوع يورث ان احنا بنتكلم فيه. في حد عنده اي سؤال لحد دلوقتي؟ السيشن بتاعتكم، اي سؤال انا معاكم. طيب حلو، شكرا يا باشمهندس، ايه. اتفضل استاذ عبد الرحمن. نعدي على النقطة دي بتاعت اللي هي بتجنريت السترينجز للترانسليتور، ان هو هي تول ولا سكريبت بتكتب؟ بص، هو الموضوع في حاجتين، في تولز كتير بتعمل الموضوع ده، يعني اشهرهم او اسهلهم بالنسبه لي هي البو اديتور. ما هو الا بلاتفورم بتقول له خد السترينجز دي، الكي ده والفاليو دي. فاللي هيحصل ان مثلا ده كان سايد بروجكت شغال عليه من فترة، فخلينا مثلا ايه نكرييت بروجكت جديد نسميه هيلثي امباد لانجوج. سي مثلا احنا عندنا اول حاجة انجلش، ونضيف اللانجوج دي. فانا ضفت الانجلش عندي، قدامي اوبشن ان انا امبورت تيرمز موجودة اصلا، او ان انا اد حاجات مانيوال. فهنقول له والله اد مانيوال. فايه هو الترم؟ انا محتاج ناخد الحاجه اللي كان ياسر عملها، ان انا عندي مثلا سبلاش مين تايتل. فهاجي على البوينت اقول له ده الترم، واقوم قايل له والله ذا تايتل هوم سبلاش سكرين. ده كونتكست كده بديه للكيورد دي. طيب انا محتاج احط ليها ترجمة. حلو، فهيجي مثلا على انجلش اقوم قايل له الفاليو دي اسمها ايه؟ ليش. فاحنا حطينا ترجمة للسبلاش مين تايتل، وبقى عندي لغة تانية. نفترض مثلا بقى عندي عربي. خلي بالك برضو انت ممكن يكون عندك عربي في مصر، وعربي السعودية، وعربي في المغرب. كل اكسنت بتختلف. يعني مثلا ابسط حاجة ويلكم، ممكن في مصر لو احنا بنكلم الناس
بالاكسنت العاديه اللوكال اكسنت، فهقول لهم ازيك. في السعوديه هتقوم قايل له هلا، لو في عربي عادي هتقول له مرحبا. فدي برضو كيسز، كيفك زي دعاء عندهم في فلسطين، حاجات زي كده. فالموضوع ده برضو هيدخلك في هاسل بعدين، انت كديفلوبر مش هتحتاج تدخل في الهاسل ده. فنيجي في العربي نقوم قايلين له بص، هتلاقي اوتوماتيك هو جاب لك الكيز اللي موجوده هناك، فتقوم قايل له مرحبا. تمام، كتبنا كلام وظبطناه. انا محتاج، انا اللي يهمني بقى ان انا محتاج اكسبورت الكلام ده. فهيجي مثلا على انجلش اعمل اكسبورت، اقوم قايل له انا محتاج اكسبورت الكلام ده مثلا للسويفت، للاي او اس. هتلاقي الاي او اس هيقول لك انت محتاجه ايه؟ محتاجه دوت سترينجز ولا محتاجه مش عارف. طيب لو احنا شغالين الجماعه بتوع الاندرويد، هتقوم قايل له والله هو محتاجه اكس ام ال. فسهل عليك كمان انك كاي او اس، كاندرويد، كتي في او اس، ك ما اعرفش ايه، كلكم بقى عندكم نفس السورس اللي انتوا شغالين عليه، ما فيش حد هيبقى عنده ترجمه مختلفه عن التانيه. فلما تيجي تعمل اكسبورت للاي او اس، يعني اكتر اوبشن انا بحبه ان هو بتقول له انا محتاجك تعمل اوردر الكلام ده يكون سورتد، بحيث ان لو في ميرج كونفليكت او حاجه الكلام ده يقل، لان خلاص انت ما فيش حد هيأدت في مكان حد تاني. اكسبورت فايل، فعمل اكسبورت الهيلثي الانجلش، وتيجي على العربي تعمل اكسبورت للكلام ده نفس الكلام اوردر. فلما نيجي نعمل اكسبورت نشوف الفايل هيكون عامل ازاي. ده الفايل اللي جاي، حتى مكتوب عليه الدوكيومنتيشن بتاعته، ده ايه التايتل بتاع سبلاش سكرين. وتيجي تبص كمان على الاكسبورتد انجلش فاليو، سوري انجلش فايل، هتلاقي سبلاش. ده باختصار التول دي بتعمل ايه. بعد كده عند الجماعه المترجمين اللي شغالين معانا في التيم، هيدخل يعدل الكلام ده. احنا مش انترستد الكلام ده اتغير ولا لا، هتيجي قبل كل بند هتلاقي في البايب لاين حاجه بتفتش الكلام ده وتحطه في البروجكت، وانت مش شاغل بالك باي حاجه. اتفقنا؟ دي اول حاجه. هل في حد عنده اي سؤال في الحته دي لحد دلوقتي؟ حلو، شكرا يا ياسر. ندخل على تاني بارت. تمام، كان عبد الله اشتغل على كونتكست كده، هي كان تيكت يوسف بالعظمه، شكرا يا ياسر. كان اشتغل على تيكت ان احنا محتاجين في الهوم، محتاجين نعمل الجزء بتاع الراجل يختار التايب بتاع التيكت. انا الصراحه بحب البي ارز بتاعت عبد الله، هو الراجل بيكتب الكود بشكل كويس. السنة اللي فاتت مروة كانت بتكتب الكود برضه بشكل كويس جدا، فأنا بحب ريفيو بي ارز للناس دي الصراحة. بلس إن هو يعني أخد الموضوع لليفل تاني، وحب إن هو يعمل أنيميشن للفيو، مش بس أنا هعمل فيو خلاص. فدي كانت حاجة كويسة، شكرا يا عبد الله. فخلينا كده نبص الراجل عمل إيه، وإيه المشاكل اللي هو وقع فيها، وإزاي نحل المشاكل دي بعدين. الفايلز تشينجد، انا بحب ابص دايما على الفايلز تشينجد في البي بي اكس بروج، ابص كده ايه الناس عندها مشاكل في الكونفليكتس ولا لا، لان هي بتبان من الحته دي اللي بيلعب وكده، فبيبان ان هو ايه لعب شويه في الفايل ده. فاحنا هنا كان من الحاجات اللذيذه، احنا بنحاول نعمل دايما اكستنشنز عندنا ان كل حاجه تكون ريوزابل. فانك تريجستر والدي كيو سيل عاملينها في ميثود. طلبت من عبد الله ان احنا نعمل الكلام ده، ان احنا نقعد الباندل دي از ان انبوت، علشان احنا بعد كده لما نيجي نشتغل الموديولاريتي هنشتغل اس بي ام. فلما هنشتغل اس بي ام،
هنحتاج ان احنا ندي البندل بتاعتنا ان هي تكون باكج، او الباكج اللي موجود فيها السيل دي. فطلبت ان احنا نديها اوبشنال فاليو، ولو الفاليو دي مش موجوده خلاص اشتغل على البندل بتاع الايه الكرنت فاليو. ونفس الكلام هاند كيو بنفس الشكل. الايدنتيفاير طبعا مش هن... ما فيش كل واحد بقى هيجي في السيل بتاعته يقول والله انا محتاج الايدنتيفاير بتاع السيل دي يكون بالشكل ده، لا ده هسل ما فيش حد محتاجه. انت احنا اتفقنا ان النب فايل هيكون نفس الاسم بتاع السيل، فبالتالي وانا بعمل دي كيو انا بروح ادور على النب اللي ليها نفس النيم، وده اللي هو عمله هنا. طبعا احنا الكلام ده هناخده لكيس تانية، وهنخليه بدل ما هي يو اي كولكشن فيو سيل هنخليها اني اوبجكت، بحيث ان احنا نحتاج الكلام ده في السيلز الكولكشن فيو سيل والتيبل فيو سيل واليو اي فيو. اتفقنا؟ دي تاسك عندك عبد الله. اتفضل يا ساره. ايه لا تمام معاك كمان معلش. طيب، نيجي على الجزء اللي بعد كده. هو احنا عندنا سيل، السيل دي ليها انبوت وليها اوتبوت. حلو. تفتكروا الشكل اللي موجود هنا ايه هو الانبوت بتاعه؟ لا نفتح المايكات كده وندردش. اتفضل يا حبيبي. ليست اوف سترينج او ايديز مثلا. حلو. ليست اوف سترينجز مظبوط. وممكن ممكن حاجه كمان. حلو. يعني انا محتاج اديله الليسته اللي هتتعرض هتكون ليست اوف وممكن سترينجز. اديله فلاج اعرف السلكشن. اديله فلاج، بس ممكن اديله يا اما السلكتد ايتم او السلكتد اندكس مثلا. انا بفكر معاك مظبوط، بس انا مثلا هفضل السلكتد ايتم. هقول له بص انت دي الليسته اللي معاك وده الايتم السلكتد. طيب السلكتد ايتم هل هنديه له ايتم فاليو ولا ممكن نديله اوبشنال فاليو؟ انت ممكن ما يكونش في حاجه سلكتد. لا ممكن نعمله الديفولت ان هو سيلكتد اول لوحده. لا ما هو مش شرط، افرض انا ما فيش عندي حاجه سلكتد. مش ده منيو فهو طبيعي اول مره اول ما بيفتح الابلكيشن بيكون الاول هي اللي معموله سيلكتد. افرضي انا هعمل سيلكشن للحاجه اللي هي اسمها بروتين مثلا، مش هعمل سيلكشن اول واحده. لا انا اقصد ان هو في الفيو ديد لود اول ما هيلود الفيو ده هيكون في واحدة already selected فهو أصلا مش هيقدر يعمل لها unselect. هو عشان يselect واحدة تانية ف كده كده هيكون في item selected. ماشي، هي حل كويس بس هيعمل لك مشكله. ممكن يعمل لك كراش. هيعمل لك كراش امتى؟ لو الليسته هي فاضيه. لأي سبب اتفضل يا نجم. أي سبب من الأسباب ممكن لأي سبب ممكن الناس ترجع فاضية أو أرجع فيها مشكلة. فأنت لو عملتي مختبر باي ديفولت أول واحدة واللي فاضية فده هيعمل كراش. بالظبط بالظبط. فشكرا يا نجم وشكرا يا ساره بجد. يعني هي فعلا ده هو ده الصح، ان احنا انا في اليو اي انا مش هسبه، يعني مش هفترض حاجه في البيزنس. فانا كيو اي بص انت هتقول لي انا اعمل ايه. حلو. ده اللي احنا عاوزين نفكر بيه دايما. انا محتاج الفيو ده اخده من هيلثي احطه في دكان، احطه في البروجكت الفلاني، احطه في كذا، وكل حاجه هتشتغل عادي جدا معايا. فافرض احنا بنختار اول واحد، هو بيختار اخر واحد معايا. كل الكلام ده اللي هيعمله البيزنس. في حاجه كمان محتاجها من الفيو ده، اهم حاجه اهم حاجه فيو عبد الحميد. الليسته اللي هيعرضها تحت هي الليسته كده كده عرضناها، فاحنا معانا الليسته والسيلكتد ايتم، وفي حاجه اخيره اللي هي ايه الاكشن اللي هيحصل لما سيلكت. بالظبط بالظبط. هي دي. ايوه ده عيب. ديما عاوز اتسلم عليكم يا جماعه، ديما جاي تقول لكم على الاكشن. انا ازاي؟ ف اتفضل. فهي دي الفكره.
ان احنا بناخد لسته من الايتمز وبناخد السلكتد ايتم، ولما يخلص سلكشن بناخد منه اكشن، بقول له الايتم ده اتعمل له سلكشن. فهي دي الفكره، ده اللي احنا محتاجين نوصل له في الاخر. تسميز. طيب عبد الله كان عمل الكلام ده بديليجيت، بس انا الصراحه مش بحب الديليجيت لسبب. انت عشان تعمله ديليجيت انت ممكن تباص الاكشن ده للفيو، وبعدين الفيو يباص الكلام ده للفيو موديل، فبقت لفه كبيره على الفاضي. طيب ايه البديل؟ في بديل ظريف قوي الصراحه انا بحبه. طيب خلينا كده اتفضل يا يوسف. يوسف رفع ايده تقريبا. كنت بس هقول كلوجر. ماشي، حلو حلو، ممكن نشتغل كلوجر فعلا. بالظبط. ف هقول له لما يتعمل كليك اعمل الاكشن المعين ده. ففي حد عنده فكرة تانية؟ ممكن بقى لو شغالين اركس يا باشمهندس. ما خلينا كومباين بقى، ما احنا في عصر الصناعي. كومباين ممكن لو احنا شغالين كومباين فعلا، اديله سبجكت واسند فاليو على السبجكت ده. واحنا برضه هنتكلم كمان شويه كده على مثال للسبجكت والبابليشر، يعني ممكن الفرق بينهم، وهنظبط الكلام ده كمان، وهنعمل يونت تيست. خلينا في هيلثي مش هيلثي مثلا. فاحنا عندنا، خلينا اول حاجه نعمل فيتش زي ما احنا متعودين. معانا برانش، تشيك اوت على البرانش ده. خلينا نجرب مثال كده نشوف الموضوع ده ممكن يمشي ازاي، واحنا حابين نمشيه ازاي بعدين. زي ما احنا متفقين ان ده كفيو، هو ليه الفيو موديل بتاعه بس. فالفيو موديل بتاعي هو تايتل، انا كل اللي انا محتاجه هو تايتل للسيل دي، والسيل دي ليها ثواني عشان انا تهت شويه. ده الفيو، ده الفيو، الفيو ده هو محتاج ليست، محتاج ليست من الفيو مودلز دي بتاعت السيل، فدي تمام. ومحتاج كمان السيلكتد ايتم، واخر حاجه محتاجها هي ايه؟ الاون سيلكشن. فنيجي على الفيو ده، زي فعلا الموضوع ده هيساعدنا بشكل كبير. يعني عندنا هنا فيو موديل، نقول سيلكتد زي ما اتفقنا هيكون التايب بتاعها حاجة let view mode. حلو، خدت بالكم ان احنا هنا التايب ده اتغير كذا مرة، فممكن نيجي نعمل حركة بسيطة. هنعمل ايه؟ حد يقول لي كده. ممكن نعمل ايه؟ فيريوس مميز ان الاليمنت بتاعي هو ده. فلما هاجي هنا ده اليمنت بس، هيبقى اشيك شويه، ما بقتش مضطر ان انا اديفاين ذا سيم تايب اكتر من مره. حلو. طيب لحد كده تمام. محتاجين نمبلمنت الكلام ده بقى. هنمبلمنت الكلام ده ازاي؟ احنا اتفقنا دايما يا عبد الله ان احنا بيكون عندنا الميثود اسمها ابديت، ابديت ويز فيو موديل. حلو، دي حاجه. تاني حاجه، يو شود نيفر ستور، لا مش هنا، هنحتاجها في الثانيه. انا مش بحب ان انا استور الفاليو دي انليس ان انا محتاجها. طب ثواني انا هبدي ديما علشان هي
هناك. طيب انت هنا بقى عندك الليسته بتاعتك، بلاش نغير احمد دلوقتي. هو هنا عبد الله كان شغال على السيلكتد اندكس باث. هو عبد الله كان عامل الغلطه اللي احنا كنا عملناها، اللي هي ايه؟ اللي هي انه عامل سيلكت الانيشال فاليو. فانا كنت سبت عبد الله خلي بالك دي هتعمل لك مشكله، او احتمال تعمل لك مشكله بعدين، ان الفيو بقى بيسلكت اول ايتم وهو المفروض ما يعرفش هو هيسلكت ايه. فاحنا هنضطر ان احنا نستور الفيو موديل ده. طيب بلاش نستور الفيو موديل، خلينا نقول هنا سلكت ده بقى فيو موديل. بعيد بقول ان السيلف دوت فيو موديل هو ده الفيو موديل، بس هو عامل ريلود للداتا دي. فايه اللي حصل دلوقتي؟ ان الفيو موديل بتاعك محتاج يديفاين شويه داتا. خلينا عشان ما نضطرش ان احنا نخلي الفيو موديل ده اوبشنال، انا لازم يكون معايا فيو موديل الاوراكل ريدنج ليست. فاحنا هنعتمد ان الاستراكت بيتعمل له سايد انستراكتور انستراكتور انيشاليزر، اسف دخلت الكونستراكتور في الانيشاليزر. ديفولت فاليوز انا احتاج معايا هنا فيو موديل. الداتا فاضيه عادي جدا. فانا بكل اللي انا محتاجه ان انا هنا في كويكشن فيو هوم اي فيو موديل دوت فيرز. طيب انت محتاج الايتم، فالايتم ده هتجيبه ازاي؟ ايتم فيو موديل فيرز اندكس باث. زي ما قلنا دي فيها ريسك شويه. الناس اللي برضه كانت موجوده معانا في اواخر السيشن اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها، ان احنا كنا اسيف بحيث ان احنا نميك شور ان الايتم ده موجود، فلسه ما عملناش ميرج للبارت ده. فده بيتشك، لو الايتم ده موجود هاته، مش موجود رجع لي نت موجود معانا. الايتم او بلاش ايتم، خليه element بحيث يماتش الاليمنت اللي فوق. فانا بقيت اديله الاليمنت ده، فدي بقت تمام. طيب هعرف ازاي هو selected ولا لا؟ الاليمنت اللي معايا بال selected element. يعني ايه؟ selected equal element. هل ده فرق معايا في الاندكس باث او اي حاجه؟ ولا اي حاجه. كل اللي انا محتاجه ان انا هروح للفيو موديل ده اخليه سبورت الايكواليتي لا اكتر ولا اقل. حلو. فالكود بتاعي بقى معمول بشكل شويه نوعا ما منظم، ما بقتش محتاج الديليجيت اللي موجود. هنقيس الديليجت اللي موجود دلوقتي بحاجه ثانيه. طيب ديت سيلكت ايتم ده محتاج يعمل ايه؟ محتاج يقول، محتاجين اول حاجه نجيب ديت دوت اكسبوز دوت ترو دوت سيلكت. محتاج بس واحنا بن 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 ابديت ان انت هتجيب الاندكس بتاع الكرنت سيلكتد اليمنت والنيو سيلكتد اليمنت وتعمل ريلود للتو اندكسز تو اندكسز.
بس دي اول حاجه. بس انا محتاج اركز على شويه حاجات في التيكت، والباقي كلها حاجات عاديه يعني، المفروض كلنا نعرف نعملها ان شاء الله. حلوه. تمام يا عبد الله، التشنجز دي ولا ايه؟ تمام يا باشمهندس، تمام. حلو. طيب انا ليه انا ايه الاستفاده اللي انا هستفادها من الموضوع ده؟ انا استفدت دلوقتي استفاده كبيره جدا، ان انا هاجي على الداشبورد بتاعتي، عارفين ان في موديل بيبصي او بيرجع الكلام ده في الاوت. يعني احنا عندنا مثلا فور مفروض كاتيجوريز بيرجع لك تاجز فيو بوت الفيو موديل، بيرجع لك الفيو موديل بتاعه. فكل اللي انا هعمله حرفيا ان انا هاجي في الفيو كنترولر، هعمل الكلام ده في ميثود بعدين، بس انا هعتبر دلوقتي بشكل بسيط فيو موديل دوت. بس انا محتاج ان انا اخليها publish the value، فخليها ايه؟ publisher، محتاج import ده ممكن يكون غريب شوية للناس. كومباين او الرياكتيف بروجرامينج، حد عارف هي عبارة عن ايه؟ وكل اللي انت هتقوله صح، يعني اي حاجة هتقولها دلوقتي صح. ممكن نرفع ايدينا كده وندردش مع بعض. نصر، اتفضل يا نصر. هي عبارة عن observer و observable. observable بيقيمت ان هو في notification معينة حصلت، والobserver بيكون بيسبسكرايب عليه مع اول كل change هو بيعمل حاجة معينة يعني في اليوم. حلو حلو، مظبوط، ماشي. هو احمد فتحي كمان بيقول observer pattern. حلو، مين تاني؟ مين يزود؟ مين يزود؟ اتكلموا شباب عادي، ما تقلقوش يعني، مش هنتضرب لو طلعنا غلط. higher order functions. اتفضل يا يوسف، بتقول ايه؟ بقول higher order functions. higher order functions هي في عندنا operators هي بتاكت ك high order functions. ماشي، بس يعني شوية. ماشي، حلو. يوسف قال حاجة كويسة، وعطا الله بيقول all about what to do rather what how to do. ماشي. طيب عشان ما اطولش عليكم برضو، الببلشرز عبارة عن stream of data. يعني ايه؟ يعني هي داتا ماشية، انت بتقول له بص كل ما يحصل تشينج معين، انا هرسم بقى، انا هاخد سناب شوت كده من الستريم اللي حاصل ده. فلما حد يجي يقرا في كومباين او في الرياكتيف بروجرامنج عموما، ار اكس كومباين او وات ايفر انت شغال بيه، هتلاقي دايما هما بيتكلموا في الحته دي، هي داتا ماشيه. فبيكون عندك حاجه اسمها اب ستريم وحاجه اسمها داون ستريم. الاب ستريم ده الاميتر بتاع الستريم نفسه. هو يعني ايه مثلا؟ خليني افكر معاكم في حاجه زي الهوم، اتعمل فيه لود للداتا، ففي ستريم حاصل ان الداتا اتعمل لها لود. ماشي، لو في حد بيلسن على الستريم ده، ماشي، هيقول له بص خلي بالك انا عملت لود للداتا، زي ما داتا ماشيه في بايب لاين كده، ماشيه في ماسوره. فانت لو عاوز تعرف ان الداتا دي اتغيرت، ماشي. الجميل كمان في كومباين، ان زي ما كان قال يوسف تقريبا الهاي اوردر فانكشنز، ان احنا ممكن يكون عندنا اوبريتورز بنحتاجها، ان انا اقول له بص الداتا دي جايه لي مثلا كسترينج احمد ذهب الى مثلا،
فبص احنا محتاجين نكونفرت السترينج ده لانتجر، ما فيش مشكله، بتعمل عليه اي اوبريشن، ده اللي احنا هنعمله، او دي ده الجمال في كومباين. طيب ازاي الكلام ده ممكن نستخدمه؟ ان انا هاجي هنا في الفيو كنترولر اقول له بص احنا عندنا حاجه اسمها فود كاتيجوريز البابليشر، هم قال له عندي اوبريتور اسمه سينك. بص كل ما تريسيف حاجه اسمها، كل ما تريسيف فيو موديل روح اعمل حاجه معينه، الحاجه دي انا ما اعرفش، بس انت هتروح تعمل حاجه معينه. حلو، هتروح تعمل ايه؟ هتقوم قايل سيلف دوت عندي حاجه اسمها عبد الله نسيح في اليوز اسمها ايه؟ فود فيو، عندي فود فيو هروح على الفيو اللي هو اللي اسمه فود كاتيجوريز فيو، اقوم قايل له بص ابديت ويز فيو موديل، كل لما الفيو موديل ده يتغير اوتوماتيك هيروح على الفيو اللي موجود. حاجه كويسه جدا. طيب اول لما السكوب بتاع الميثود دي يخلص، ده انا ما اعرفوش ليه، خلاص السكوب خلص، حاجه ما بقتش موجوده في الميموري فانا هشيلها. طب ازاي اخلي السكوب بتاعها موجود؟ كومباين فيها حاجه اسمها ايه؟ اكيد كلكم عارفينها او ناس كتير منكم عارفينها، اسمها ايه؟ سبسكريبشن. الله ينور عليك، يا سلام على الدنيا خلاص. هنعمل حاجه اسمها سبسكريبشن. سبسكريبشن دي التايب بتاعها هي ست من حاجه اسمها اني كانسلبل، يا ست شايله حاجات التايب بتاعها اني كانسلبل. يعني ايه الكانسلبل ده؟ هو بروتوكول في ميثود واحده بس اسمها كانسل. طب الميثود دي بتعمل لها كول امتى؟ اول لما يتعمل دي اللوكيشن للاوبجكت اللي هو موجود فيه بيتعمل كول الكانسل. فانا عندي الببلشر بيكونفورم لاني كانسلبل، وعندي السبجكت بيكونفورم للببلشر اللي هو بيكونفورم لاني كانسلبل اللي كانسلبل، فاوتوماتيك هو هيروح يكنسل البتاع. فانا اقول له بص انا محتاجك خليك قاعد في البتاع اللي اسمه خلاص، طول ما الاوبجكت طول ما الكنترولر ده موجود البتاع ده كل ما يجي له فيو موديل جديد هيروح يابديت الفيو. حاجه دلع، انا مش انترستد بقى تعمل له ابديت امتى، وكل ما يتعمل له ابديت تروح تنادي للبتاع ده يعمل ابديت وخلاص. انا في عندي هنا مشكله، ايه هي المشكله؟ اتفضل يا نصر، مولع الدنيا كمان في الاخراج وفي سايكل روتين سايكل بالظبط. انا هنا عامل عامل سترونج ريفرنس على السيلف، فعندي روتين سايكل ان انا دايما هيفضل الكنترولر بتاعي موجود. فحلها ان انا اوكي عامل ويك ده كتبت كود زي الفل تمام. حلو، طيب ازاي بقى نشغل الكلام ده في الفيو موديل؟ ازاي نشغل الكلام ده في الفيو موديل؟ هقوم قايل يا فود كاتيجوريز انت لازم ترجع لي حاجه من تايب اني ببلشر، بس احنا محتاجين برضو امبورت هنا. طيب فانا هاجي هنا هعمل ايه؟ let here is subject. قول لي يا احمد احنا زين، انت شويه تقول لي publisher وشويه تقول لي subject، انا تعبت. ماشي معلش، يعني السيشن هتبقى تقيله شويه بس هتنبسطوا بيها. عندي حاجتين، انا في عندي حاجه اسمها current subject
عندي حاجة تانية اسمها بس ثرو سبجكت. بس ثرو سبجكت ما بيكونش ليه انيشال فاليو. الكرنت فاليو سبجكت بيكون معاه انيشال فاليو، اول لما بتسبسكرايب عليه هيروح يأمت الانيشال فاليو. الباث ثرو لا، كل لما يجي لي فاليو جديده هبعتها لك، بس انت مالكش دعوه باي حاجه كانت موجوده قبل كده. الكرنت فاليو سبجكت لا، بص انا هيكون معايا فاليو، اول لما تسبسكرايب عليا سواء في الاول في النص في الاخر انا هبعت لك اخر فاليو كانت موجوده معايا، وهبعت لك بعد كده اي فاليو جديده. ده الفرق بينهم، تمام؟ الفرق واضح. اتفضل يا حميد. طب لو حد سبسكرايب على الستريم ده في النص بيجي له القديم ولا بيجي له بس اخر فاليو؟ اخر فاليو. اخر فاليو. في ممكن بقى ايه، ممكن تعمل سبجكتس تانية ان هي تستور الفاليوز اللي موجودة في الستريم، حاجات زي اللي موجودة في ار اكس 2. انا محتاج اعمل ريلي ببلشر، انا عاوزك تجيب لي اخر 20 فاليو هيجيبهم لك عادي. اتفضل يا يوسف. هو ال current باشمهندس نفس حتة ال behavior في ال arcs صح كده؟ اه بالظبط بالظبط. شكرا يا باشمهندس. اسئله تانية، الحته دي فيها اسئله كتير جدا وفيها لعب كتير. طيب لو ما فيش اسئله، current value subject زيه زي ال publisher، بيكون ليه اوتبوت وبيكون ليه فيلير. يعني ايه اوتبوت ويعني ايه فيلير؟ انت الاستريم اللي انت بتلسن عليه ده انت مستني منه حاجه، فالحاجه اللي انت مستنيها دي اسمها اوتبوت. طيب امتى الاستريم ده يخلص؟ في حالتين، لما يجي لي ايرور او لما يخلص. انت هتقول له كومبليت، انا خلصت. حلو. طيب يا ابو حميد، لو انا في كيس انا مش انترستد بالايرور، انا كده كده يا اما هبعت فاليو يا اما مش هبعت حاجه، اعمل ايه؟ هتعمل زي كده، هتعمل الصح، هتقول لي ان الايرور بتاعي بنفر. وده اللي احنا هنعمله هنا. انا هنا عندي الفيو موديل، عندي نفر. طيب الفاليو بتاعي لو ليها انيشال فاليو هتكون انيشال فاليو فاضيه. انا الحته دي دايما لما بشتغل مع اي تيم او احتجت اي حاجه بحب دايما ان انا اعمل سبجكت واعمل ببلشر. ليه يا احمد بتعمل سبجكت وبتعمل ببلشر؟ هرد عليك النقطه كمان شويه، علشان انا مش عاوز حد يجي بره الفيو موديل ويعمل سند الفاليو جديده. انا همنع، انا محتاج امنع الكلام ده. بعمل ايه؟ انا بطلع الحاجه اللي انا محتاج اطلعها. فبطلع ايه؟ بطلع الببلشر. وعشان برضو الناس تكون فاهمه الفرق بين الببلشر والسبجكت، بكل بساطه السبجكت بيريسيف الفاليوز، اسف الببلشر بيريسيف الفاليو، السبجكت بيسند الفاليوز. ازاي؟ ادخل على الدوكيومنتيشن دايما واقرا. هتلاقي دايما ان الاني ببلشر ده بيكون فور للببلشر، والببلشر ده بروتوكول ما فيش فيه غير ميثود واحده اسمها ريسيف، فانت بتريسيف السبسكريبشن. لكن لما تيجي تدخل تقرا في السبجكت هتلاقي ان السبجكت ده بينهرت من حاجه، اسف بيكونفورم حاجه اسمها سبجكت، ودي فيها السند، انت بتسند الفاليو. وخلي بالك من حاجه تانية، ان السبجكت اصلا ببلشر، بيكونفورم للببلشر او بينهرت من ببلشر، فبالتالي هو السبجكت بيسند ويريسيف، الببلشر بيريسيف بس. الحته دي عاوزكم تكونوا فاهمينها جدا. انتوا هتشتغلوا بعد كده بسوفت يو اي وكومباين، انت تكون فاهم ايه السبجكت وايه الببلشر. اتفقنا؟ فانا لما جيت هنا عملت ان ده ببلشر فده اوتبوت. انا مش ما ينفعش حد بره الفيو موديل ينفع يحط فاليو جديده على الستريم، لا انت بتريسيف بس الفاليوز دي. فده ده 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 معنى ال ايه اللي كنا بنقول عليه في الاو بي، الواحد بينسى دايما. ففكروا معايا يا شباب، اسمها ايه الكلمه؟
لا غير الابستراكشن، الابستراكشن انكابسوليشن، انك بتانكابسوليت الحاجات بتاعتك، انت سايب له الحاجات بس اللي هو محتاجها. حلو. فانا هنا السبجكت، وانا في الفود كاتيجوريز هقول له بص يا فود يا كاتيجوريز، انت هتاخد الببلشر بتاعي بس. يا احمد يعني معنى كده ان انا الفود كاتيجوريز ببلشر ده هو اصلا سبجكت من جوه؟ اه هو سبجكت من جوه، بس اللي بره ما يعرفش ان هو سبجكت، هو اللي يعرفه بس ان هو ببلشر. فانت بس بتيجي على الفيو كنترولر بتلسن على الفاليوز اللي جاي. اتفقنا؟ هو هنا زعلان عشان دي اسمها ببلشر. عارف الناس اللي ما اشتغلتش كومباين قبل كده او ما اشتغلتش رياكتيف بروجرامنج عموما، هيكون الموضوع بالنسبه لها مش اسهل حاجه، بس يعني ده بشكل بسيط جدا الموضوع ماشي ازاي. واحتمال يكون في سيشن بعد كده اتكلم عن كومباين ان ديبث لو حابين. تاني دي تاني 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 طيب تاني ايه يا احمد يا عيد؟ الفكرة دلوقتي إن أنا عارف إن كومباين إن أنا مثلا سي ده، وأنا عندي تكست فيلد وعايز أتريجر لما أنا أحط داتا معينة يأكتيفيت مثلا بوتون. حلو. فأنا هنا مثلا لو أنا شفت الأجزاء بتاعت الكومباين، هيبقى عندي بابلشر وأوبريتور وهيبقى عندي سبسكرايبر. حلو. فالبابلشر هنا ممكن مثلا يبقى إن أنا دخلت داتا، فأنا عملت تريجر لتشينج، أنا مثلا عندي كي بي بي أو حاجة، هعمل مثلا لودينج ده واحد كمان، أنا مثلا هفيتش داتا من الأي بي أي، فأنا ده كمان تريجر كمان، ففي كذا ايفنت، فانا بعمل لهم كومباين في حاجه واحده، فكده بقى عندي ببلشر وبعمل عليهم مابينج او الاوبريتور بتاعتي، وبعد كده بقوم عامل ايه بقى اللي هو السبسكرايبر بتاعي كده. انا فاهم كويس. جميل. حلو جميل. مظبوط. بقى ايه السبجكت؟ السبجكت هو اللي بيبعت الفاليوز، هو اللي بيبعت الفاليوز على السريع على الستريم بتاعك. ماشي. مش المفروض الببلشر ده هو لما بيحصل فيه تشينج او حاجه بيعمل عليها اوبريتور او بيهندل الداتا عموما، وبعد كده يوديها للسبسكرايبر عشان يعمل مثلا تشينج في اليو اي او حاجه؟ بالظبط. هو انا لسه برضو مش عارف السبجكت ده فين او دوره ايه في السايكل دي. السبجكت عارف زي محطة المية، محطة المية ايه اللي بيبعت المية اصلا في المواسير؟ يعني دلوقتي احنا هنسمي لو السبجكت هو محطة المية، هو اللي بعت المية في البايب لاينز بتاعت المواسير. تمام. الببلشر هنا هيبقى ايه؟ الببلشر هو الراجل الطيب اللي قاعد مستني، انا وانت اللي قاعدين في البيت، هي الميه بتمشي في الماسوره فبتيجي لاحمد. انا ماشي، انا وصل لي ميه، توصل لاحمد ايمن وصل له ميه بكل بساطه. بص تمام. يعني لو في المثال بتاع التكست فيلد ده، عشان بس ايه اصله بقطعك، يعني لا ده ولا هيبقى يهم. الداتا اللي انا دخلتها تبقى دي السبجكت بتاعي اللي ماشي بالظبط. في التكست فيلد. انا الداتا اللي انا دخلتها تبقى هي السبجكت بتاعي اللي على اساسها الببلشر هيعمل مابينج لداتا فهيبعتها للسبسكرايبر. ماشي بالظبط، حاجة شبه كده يعني. هم مش بالظبط علشان هي التايبس جوه هتكون مختلفة شوية. هو لأن التكست فيلد هتلاقي الداتا اللي فيه هو فيه ببلشد فاليو، فهي بتسند وترسيف معايا. فبس هو عموما اللي انت بتقوله صح. تمام تمام قول لي تمام. معلش انا عندي لاج وخرجت فرجعت تاني. لا تمام عندي لاج، انا خرجت ورجعت تاني. تمام طيب حلو جدا. حد تمام. يعني احنا محتاجين بقى ننهانس الكلام ده حبة كمان. الناس اللي بصت على سويفت 5.7 شايفين الاني دي؟ فاكرين كان في اني وصم وحاجات حلوة كده جيل صح؟ الاني ببلشر دي كان رابر معمول تايب ريزر بالظبط، كانت معموله بحيث ان انا اي ببلشر او اي حاجه تشتغل عادي. فانا هعمل ريست تو اني ببلشر، الاني ببلشر هي حاجه شايله يعني حاجه بتريز التايب اللي جوه. فمن اول سوفت 5.7 انا ممكن اجي اعمل كده اني ببلشر وخلاص ريح دماغي، مش محتاج اعمل الاريز تو اني ببلشر، مش محتاج احول الببلشر ده لاني ببلشر، هو كده كده اني بقت خلاص عشان الجينيركس والكلام ده
بتاكسبت اني ببلشر، بل كل حاجه تشتغل عادي زي ما هي. طيب في انهانسمنت كمان ممكن نعمله، ايه وتقولي ايه رايكم؟ هو الانهانسمنت في الحته دي حد يسمع عن بابلشر؟ انتوا عارفين ان بابلش ده اصلا هي current value subject؟ يعني انا بعمل كده، هي ده نفس الشكل اللي كان موجود قبل كده بحاجة بسيطة، هو ده نفس الشكل. فأنا مش محتاج إن أنا أعمل current value subject، وعشان أكسس الببلشر اللي جواها أحط قبلها بس دولار ساين. فأنا أكسست الببلشر اللي جوه الببلش دلوقتي. ناجي مبسوط بالحركة دي. انا اتعمدت بس الحته دي عشان نكون فاهمين ان البابلش دي اصلا هي current value subject. يعني لو حد دخل بص على البابلش ده هيلاقي ان هي property wrapper، وهي جواها مش عارف موجوده هنا ولا موجوده فين، بس هي عموما يعني لو قراته فيها شويه هتلاقي ان هي current value subject. مش فاكر كانت موجوده فين. ماشي، بس دي بقول لكم كده علشان تكون عارف انك اول لما تسبسكرايب عليها هيتعمل ايميت للانيشال فاليو. دي نقطه مهمه قوي، مهمه جدا، انك اول لما تعمل سينك على الببلشر ده الكلوجر اللي انت عامل سينك عليه هناك هيتعمل له كول. تمام، احنا كده يعني ايه تعبنا شويه في كومباين، يعني الدنيا بقت عندنا تمام نوعا ما حبتين ثلاثة. حد عنده سؤال في البي ار ده لحد دلوقتي؟ اه اتفضل يا نصر. انا كان عندي سؤال، بس هو لو الفيو كنترولر بتاع ما حصلوش دي انت كده، الببلش بتاعه هيفضل موجود في الميموري ولا حتى بعد ما هو عملت الانسكريبشن؟ اه بالظبط هيفضل موجود معاك في الميموري، بس دي مش مشكلة مش مشكلة السبسكريبشن، دي مشكلتك انت. ما انا فاهم، ما هي الفكره برضو لو انا الفيو كنترولر حصل له دي انت، ما هو كده كده اوريدي كل حاجه هتروح، فايه يعني ايه لازمه السبسكريبشن هنا؟ ايه لازمه السبسكريبشن؟ انك انت بص، انت الكيس اللي انت بتتكلم فيها دي مش طبيعيه، يعني كيس ان انا يكون عندي ريتين سايكل ده مش الطبيعي اللي هيحصل، وده اللي المفروض ما يحصلش. ليه؟ لان انا طول ما الفيو ده موجود انا محتاج السبسكريبشن ده يفضل موجود، والفيو يفضل يابديت ويريسيف الاكشنز من الفيو موديل ويابديت الكلام ده على السكرين. ده الطبيعي، اللي مش طبيعي ان انا يحصل عندي ريتين سايكل، فبالتالي انا محتاج احلها. ده دي كيس عاديه، انت ممكن يحصل عندك ريتين سايكل شويه سيرفيسز كامله، مش مجرد حته فيو حقير موجود في السكرين. تمام ماشي. سوري على لفظ حقير دي، بس احنا دايما كده حقير وفيو عبيط يعني. اه طيب. انا دايما اي فيو لازم يكون فيو عبيط، لازم يكون اي كومبوننت عبيط ما يعرفش اي حاجه غير الحاجه اللي هو بيعملها بس. حلو جدا، شكرا نصر على سؤالك، يعني دي حاجه كويسه. احمد فتحي بيقول انا بص بخصوص البابلش دي انت البروبرتي رابر عموما انت في عندك حاجتين، في عندك الرابد فاليو وفي عندك البروجكتد فاليو. فالرابد فاليو بتاعتك هي البابلش، انت بتكتب الرابد فاليو الطيب بتاعها ده بابلشر، بحط قبلها اندرسكور تقريبا كنت بتاكسس دي البابلش نفسها دي البروجكتد فاليو. لكن لو محتاج تاكسس الفاليو نفسها اللي هي التايب بتاعها فيو موديل هي هتاكسسها كده عادي، فالتايب بتاعها هو هنا فيو موديل.
لو حد بيسأل يعني، لو رد على كلام حد. عنده أي سؤال تاني في الحتة دي لحد دلوقتي؟ شباب مش حاجة أخيرة، كنت طلبت برضو من عبد الله إن هو يعمل الكلام ده كومبوزيشنال لاي أوت، وهو مشكورا عمل الكلام ده، فشكرا يا عبد الله بجد. يعني لو حد حابب يبص على الكومبوزيشنال لاي أوت الموضوع لذيذ، الدوكيومنتيشن شرحها بشكل كويس. الموضوع عبارة عن ايتمز، ايتم جواه اسف ايتم جوه جروب، والجروبز دي اكتر من جروب بيعمل سيكشن، واكتر من سيكشن بيعمل كولكشن فيو لاي اوت. وفي بي ار ثانيه برضه هنبص على السناب شوت ان احنا نعمل الداتا سورس بتاعتنا. جميل. انا مش حابب ادخل في فريم ورك قوي قد ما احنا بندخل في الكود والاركتكتشر بتاعنا ماشي ازاي. في حاجة أخيرة بس، إن إحنا عندنا هنا الـ View Model بقى فيه عندي حاجة كويسة جدا، خلينا بس نغير دي، ما بقتش Subject anymore. إن أنت لما هتيجي تعمل أبديت للفود كاتيجوريز مثلا، خلينا نقول عشان إيه فود كاتيجوريز equal كذا. انا بس اللطيف كله في موضوع الفيو موديل، لو فاكرين اللي احنا بدأنا بيه الاون سيلكت، فاكرين الاون سيلكت، احنا النهارده بقينا بنقدر نبعتها دايركت للفيو موديل من غير اي حاجه. الفيو موديل بقى هاندل سيلكتد ايتم، الفيو ما بقاش انترستد اكتر اصلا بالباقي اللي بيحصل. انا انت كل اللي بتعمله انك بتديني فيو موديل صغير، انا بديه للفيو موديل اللي بره بس، وبديه اوت الفيو. كل اللوجيك بقى موجود هنا، فالفيو موديل بتاع السكرين بقى مسؤوليته ان هو يجهز الليست، يجهز السلكتد ايتم، يبعتهم للفيو كنترولر، ولما يحصل سلكشن على ايتم معين اوتوماتيك اصلا الفيو موديل هو اللي هيهندل السلكشن. هنا بقى اللي هيبعت نتورك ريكوست في السلكشن الجديد وكل الكلام ده، انا ما بقتش مضطر ان انا اخد اللفه بتاعه الديليجيت بتاع الفيو يبعته للديليجيت، والديليجيت يبعته للفيو موديل، وبعدين الفيو موديل يهندل الكلام ده. لا، كل الكلام ده بقى انكابسوليتد في مكان واحد، وهيسهل عليا اليونت تيست. هيساعد ازاي؟ ان انا الاكشن اللي انا هجيبه، انا هعمل انفوك بس للفود كاتيجوريز فيو موديل دوت اون سيلكت، هديله الايتم اللي انا محتاجه يتعمل له سيلكشن، وهو اوتوماتيك في الفيو موديل المفروض اللوجيك ده هيكون موجود. اتمنى تجربوا الكلام ده بايديكم، هتعرفوا ازاي الكلام ده هيكون مفيد. يعني يا عبد الله ممكن بعد اذنك تبقى تظبط الكلام ده، انا هعمل باتش اسف هعمل او هعمل باتش للتشنجز دي وابعتها لك، ويا ريت يعني تفتح بي ار على البي ار بحيث الناس تبص عليها وتعمل لها بوست على الشانل. تاني يا جدعان، اهم حاجه بجد المنتور شيب دي كلها ملهاش اي لازمه لو انتم ما اشتغلتوش بايديكم وما بصيتوش على البي ارز وما قراتوش الريدنج ليست، غير كده انتوا ما بتعملوش اي حاجه بجد. دي أول حاجة، أتأكد بس إن الفايل بقى موجود عندنا. مش لا مش موجود. خلينا نستبدل الاثنين. حد عنده سؤال في الموضوع ده لحد دلوقتي؟ انا عارف ان التوبيك تقيل فيه تفاصيل كتير، بس يعني نعرفه دلوقتي ونحس ان احنا في حاجه نتعلمها احسن. اتفضل نصر. انا عندي سؤال بس قبل ما نخلص كومباين، هو
وصح ان انا اخلي الابلكيشن كله سواء نتوركنج او ريوزابل فيوز او كده يكونوا بيدبندوا على الكومباين او الار اكس، ولا انا اخلي بس الار اكس والكومباين في الفيو موديل بس؟ سؤال حلو. بس خليني اقول لك على حاجه. لما هنيجي امبلمنت النتورك لاير بتاعتنا، الصراحه انا قعدت امبارح كده قعدت مخمخ كده واركتكت، فقلت لا احنا انا يوم ما هشتغل انا مش هعملها في كومباين، انا هعملها بايسنك اويت. ليه ايسنك اويت؟ علشان انا النتورك ريكوست هو مش ستريم بالنسبه لي، هو ما هو الا ريكوست رايح ومستني الريسبونس او ايرور بس، فبالنسبه لي ايسنك اويت احسن. غير كده مفيش اب جديد هبداه بيسبورت حاجه قبل اي او اس 13 ومايك او اس 11 تقريبا، فكل الحاجات الجديده او اي فريم ورك جديد هيسبورت ايسنك اويت. هشتغل كومباين فين؟ هشتغل كومباين في البلاتفورم، ريليتد لاير اللي هي ايه؟ اللي هي اليو اي. فانا لما هشتغل اي او اس فانا هشتغل بكومباين، لان انا عارف ان انا بديفلوب الاي او اس، فانا محتاج كومباين ومحتاج سويفت يو اي اللي انا متاكد 100% ان هم موجودين من اول اي او اس 13. فتمام، انا بحاول ان انا اخلي الكلام ده ليميتد للبلاتفورم، بس جوه هشتغل اي سينك اوي وممكن احتاج كومباين. ايه المشكله؟ انا كان قصدي ان انا ممكن في وقت معين مش عايز اخد النتوركنج دي، بس انا مش هستخدمها كومباين، هعملها ار اكس مثلا، فكده خلاص النتوركنج دي بالنسبه لي ما تنفعش يعني. ما هي أوصف. لا بس تمام كده. بص كده كده اصلا لما نيجي نشتغل في الحته دي هتلاقيها ابستراكت لاير، انت في شويه في ميثود كده انت محتاجها، فلما تيجي تمبلمنت حاجه جديده انت كل اللي انت محتاجه انك تريبليس الحته دي. وزي ما قال احمد عطا لك، كل اللي انت هتحتاجه انك هتعمل بريدج بس للحته الصغيره اللي بدل ما هي كانت بترجع لك كومباين ترجع لك اي حاجه تانية. بدل من كومباين محتاجه ايسنك اويت، فانت هتعمل فيوتشر وتعمل ماب وترجعها بال تقول له بروميس خد الفاليو دي او خد الايرور ده. محتاجه هتعملها الار اكس هتقول له بص خد الفاليو بتاعت ار اكس او خد الببلشر بتاع ار اكس. محتاج تعملها اي حاجه هتشتغل معاك طول ما انت شغال كود كلين وكل حاجه بتعمل حاجه واحده وفي ابستراكشن لايرز واضحه. هتشيل هتلعب بالكود بتاعك كده زي الليجو، انت بتشيل حاجه تحط حاجه. اول لما الكود بتاعك يدخل في بعضه هتكره حياتك والله. لو شغال ايه؟ لو انت البوب قاعد معاك. طيب حلو جدا. في اي سؤال تاني؟ هو البي ار ده درافت، فمش عارف عبد الحميد هو جاهز ولا ممكن نسكب ولا ايه؟ لا هو لسه في حته. خلاص مفيش مشكله، ممكن نبص عليه المره الجايه. خير ربنا كتير، احنا عندنا لسه حاجات جميلة. ماشي. البي ار ده هنشوفه مع البي ار ده، وده الصراحة يعني مجهود مشترك من عطلة. هو الراجل كان مطلوب منه ان هو يعمل. شايفين يا جماعة لما نحط سكرين شوت كده في الديسكريبشن مش محتاجين نرن الاب ولا اي حاجة، هنفتح ونشوف ونلاقي كل حاجة شغالة. فتسلم يا عطلة بجد على اهتمامك. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا محتاجين نخلي اليو اي بوتن يسبورت ان في لحظات معينه نعمل شو لودنج وندسمس اللودنج. ف عطله طبعا قولوا لي، طيب قبل ما نشوف الامبلمنتيشن بتاعه هتعملوها ازاي؟ او دردشه يعني، وغالبا كل السوليوشنز اللي انت هتقول عليها صح. لا انا مش هتكلم، اللي انت هتقول عليه هو اللي هيحصل، فلازم تقول حاجة. عندنا بوتن بالشكل ده، ممكن نعمله ازاي؟ يا شباب لا ده كلمة هتكون هي ال solution.
ممكن نضيف loading adds of views للبطن ونشيله لما الاكشن يخلص. ماشي حلو حلو ماشي ده solution. حلو ايه تاني؟ هنعمل لودينج ونحط هنعمل ايه يا يوسف؟ نكون حاطينه ونعمل له هايد ونعمل له شو يعني وقت ما كليك عمل شو وقت ما يخلص عمل هايد. ماشي حلو وكده كده احنا عندنا تكست فاحنا هنهايد التكست ده بالظبط انت كده الظاهر ولما يختفي فيها هنشيل هنحطه تاني. ماشي دي فكره كويسه. ايه تاني؟ يفكروا معايا كده يا شباب ده قالوا لي ده انتوا اشطر ناس في الكوميونتي ما يصحش كده هتصغروني. ممكن نعمل كلاس بيكون بينهارت من البطن ونعمل فيه ده ونعمل فيه الانديكيتور وندي الكلاس ده للبطن اللي انا عايزاه يكون يظهر بالشكل ده. مظبوط شكرا يا صاحبي. وهو ده فعلا السوليوشن اللي احمد عمل احمد عطاه ان هو عمل حاجه جميله جدا. هو جه عمل حاجه اسمها انيميتابل فيو فعمل فيها حاجه ستارت انيميتنج وستوب انيميتنج فدي بقت حاجه كويسه. انا هقدر ريوز اي حاجه و بعد كده فيها انيميشن ان انا هريوز البروتوكول ده فدي بالنسبه لي حاجه كويسه جدا يعني الصراحه يستاهل عليها عرض. وانا انبسطت جدا بالموضوع ده. هو جه عمل زي ما ساره تقريبا قالت من شويه انا هسب كلاس الاي اي بوت وهكونفورم الانيميتابل فيو وفي الستارت انيميتنج هبدا ان انا اسيت التايتل بتكست فاضي ولو عندي ايمج اخليها بنل وهحط الاكتيفيتي انديكيتور في النص ولما اخلص هشيل الاكتيفيتي انديكيتور وارجع اسيت الكلام ده. بس انا بغض النظر عن الامبلمنتيشن عندي تحفظ بس على حاجه في اماكن هنشتغل فيها هتلاقي ان هو كده كده عامل سب كلاس لليو اي بوتن والسب كلاس ده فاينل انت ما ينفعش تنهرت منه لان انا عندي ديزاين سيستم واضح مش محتاج انا مش بعبد ان اي ديفلوبر يجي يدخل حاجه في الديزاين سيستم ودي موجوده في الاماكن الكبيره عشان اميك شور ان الاب كله ماشي بديزاين سيستم واحد. طيب الكيس في حاجه هنعمل ايه؟ اتفضلي يا ساره. طب انا كان عندي فكره ان هو يعمل الكلام ده في اي ديزاينبل كلاس وهو يعني يعمل كده لوحده احنا مش احنا اللي هنعمل ستارت وستوب انيميتنج يعني هو اون بريس هو هيستارت الانيميتنج وبعد كده لما يفنش الاكشن معين يعمل ستوب. لا هو كده كده ده فيو هو ملوش دعوه باكشن هو انت بالنسبه بتقولي له ابدا وخلص او شو هايد انت هتعمل شو امتى وهايد امتى دي مش مشكلتنا. فاحنا دايما ده اللي احنا حريصين عليه ان الفيو بيعمل حاجات الفيو بس ان الفيو موديل بيعمل حاجات الفيو موديل بس بيجيب الداتا يديها للفيو زي ما احنا عملنا من شويه. فهي دي الفكره. كان طلبة بيقول ان احنا نعمل اكستنشن على الفيو. ماشي ده سوليوشن كويس برضه. بس قبل ما نسكيب على السوليوشن ده صح مفيش فيه اي مشكله وهيشتغل واحنا البي ار ابروف ممكن يعمل مرج ليه عادي. بس احنا بديسكوس معاكم بس ايه هي الاوبشنز اللي ممكن تكون افيلبل معانا. بعد كده هو الكلام ده يا عطا الله محتاج تخلي الكلام ده برايفت عشان ما ينفعش اي حد بره الكلاس ده يعكس الكلام ده. تمام ما تنساش وما نستهونش بالحاجات دي علشان لو احنا بنديفلوب الحاجات دي بتفرق معانا. حد قابلته مشكله صغيره فكان حلها ان انا اروح ابديت الفاليو دي فحصل معاك unexpected behavior في اللودنج بوتن دي مشكله. بس هو ده سوليوشن كان ممتاز. شكرا يا عطا الله. ما تنساش تبقى تكتب لي يونت تست. جه عمر رضوان الصراحة يعني أنا منشنته كده إيه طلبت منه يعمل لنا حاجة لذيذة.
فقلت له عمر محتاجين implement solution تاني. فعمر جه عمل برضو animatable, start animating, stop animating, وعمل default implementation على ال UI button. وال start animating نفس الكلام. لما نبدأ animate محتاجين disable button, لما الانيميشن بيخلص محتاجين enable button. بس في هنا في هنا تركاية, او هو السوليوشن ده كويس ان هو هيعمل هي ستور ال current title في associated object بال instance اللي موجودة, ولما يخلص هيرجع التايتل ده. يعني هو بيعمل ايه؟ انا هبدا انيميشن, فانا هجيب التايتل اللي موجود هعينه في مكان معين واخفيه واحط الاكتيفيتي انديكيتور, ولما اخلص هرجع التايتل ده من المكان اللي انا حاطه واخفي الاكتيفيتي انديكيتور. فدي حاجه كويسه جدا, فده سوليوشن تاني. اتفضل يا عمر. كنت عايز اقول لك الحل بتاع الالفا ده احسن بكتير ورشد بقى خالص. ايه رايك؟ مش عارف مجاز بقى ازاي, هو اسهل واحسن بكتير, هو احنا فعلا بيبقى لنا اكسس على التايتل ليبل, هو فعلا هنخليها بسطر ونرجعها بواحد وخلاص. بالظبط. هو احمد عطله كان بيسال عن السيت اسوشيتد اوبجكت. هي دي حاجه في اوبجكتيف سي, انك بتجيب الكرنت انستنس وتسيت object associated with current instance. الصراحة مش محضر ليها كويس قوي, يعني مش في العادي بنشتغل بيها, بس ممكن انت اللي تيجي تكلمنا عنها المرة الجاية. خلينا نبير فيها, لو انت الدنيا مش واضحة معاك فيها ممكن اتكلم فيها برضو, يعني انا هجهزها. بس هو بس نتكلم فيها امبارح. هو باختصار شديد انت بتقول بتدي الاوبجكتيف سي ران تايم, بتقول له بص خد الفاليو دي او خد الاوبجكت ده حط, يعني اعمل له ستور بالفاليو دي. يعني انت بتقول له كي, زي انت عندك زي سيت كده مثلا انت او ديكشنري, انت بتقول له خد الكي ده او خد الاوبجكت ده عينه بالفاليو. حلو, بس كأنه سنجلتون موجود ليه كي وفاليو لا اكتر ولا اقل. اتفضل يا عطل. عطل رفع ايديه, شكله اتصدم من هو خد التاسك, هو عايز يخرج عن طنطو. ايه؟ عايز يخرج عن طنطو. بس هو عموما زي ما قلت لك هو الموضوع باختصار, لا مش طالع صوتك مش واضح. ده باختصار شديد هو اللي عمله عمر هنا, ان انا جيت عملت انت عند اوبجكت لكي معين, بس I did not recommend ان احنا نشتغل بالاسوشيتد اوبجكت. يعني مش بحب الصراحه ان احنا نطلع اوبجكت سي ران تايم دلوقتي, خلاص خدنا كل حاجه سويفت, الكود يبقى واضح الدنيا معانا تمام. انا كنت اصلا يعني كنت عايز ندسكس الحته دي, لان انا اصلا ما كانش في دماغي سوليوشن ان انا اشيل التايتل معايا, فلما سرشت كده وعرفت ان في حاجه اسمها associated object, بس عرفت برضو ان هي كبرفورمانس كده تبقى اقل, لا هي هتعمل بالاوباستي خلاص. بالظبط. يعني suggested solution ان احنا نعمل بالاوباستي وخلاص, وبارك الله فيما رزق. هتهايد بس التايتل وتهايد الايمج, ولما تخلص كنت اعمل الكلام ده بانيميشن عادي مفيش فيها اي مشكله. انا برضو في suggestion صغير قبل ما نسكيب على البوينت اللي بعدها. السوليوشن كويس جدا ما شاء الله يعني, بس انا بقول حاجه اللي بعدين, ان انا محتاج لما نعمل حاجه زي كده private خلاص
animated هي في الكيس بتاعتنا مش هيبقى فيها مشكلة. الكيسز اللي بعد كده هي الكيس ان انا محتاج ان انا الفيو اللي انا هعمله يكون من تايب انا عامله عارف حلو. فانت بدل ما انت بتتعامل مع يو اي اكتيفيتي انديكيتور عشان مثلا انا خايف من حاجه، خايف ان يكون في اكتيفيتي انديكيتور من نوع تاني موجود، فانت تروح تعكسه بدل التايب بتاعك. مش عاوزين انت بس اللي انت عارفه وتبدا انك تشتغل عليه. حاجه شبه كده يعني. مش هو المفروض بيبقى فيه او المفروض بيبقى انديكيتور واحد بس اللي موجود لما بيحصل ستوب انيميتنج؟ هو بيتعمل له دي انشالايز اساسا لوحده صح؟ لما تعمل ستوب انيميتنج انت هنا بتخلينا انت بتعمل ستوب انيميتنج بس عشان بس تاكسس تمام. الاكتيفيتي انديكيتور بتاعك انت. هي للكيس دي او اي كيس تانية، لو انت مثلا عندك سب فيو محطوط بشكل معين احتمال لو ليبل مثلا وفيو فيه اكتر من ليبل تمام، فبدل ما تحط تاج او تاكسس تيبل بشكل معين، لا انت create your type and you can access this type. You filter the type يعني بدل اي حاجه ثانيه. انا بكريته جوه الاكستنشن دي حاجه زي كده يعني. هي فكره بس عموما ليكوا بعدين لو حد احتاجها، بس الكيس بتاعتنا مفيش فيها مشكلة. تمام ماشي. فأنا حلو أوي. هو ده زعلان دي. هو ده ماشي. عشان احنا حاطينه في دي الحته اللي انا قصدي عليها، ان هو يبقى بره مش جوه الاكستنشن. بس هو ستيل برايفت. تمام حلو. بس دي كانت اخر تريكايه. حد عنده سؤال في البي ار ده قبل ما نقفل؟ لا قبل ما نسكيب يعني على اللي بعده. انا سعيد بالدسكشن الصراحه. طيب حلو. شكرا يا عطله وشكرا يا عمر، يعني بجد انا مبسوط بالافورت اللي انتوا عاملينه وقاعدين شغل جميل بجد. انبسطت اكتر لما منشنت عمر في بي ار بس عشان يدخل هدر مع عطله كده، لقيته عم راح فتح بي ار جديد بقى. يعني كانت حاجه جميله جدا فشكرا. ندخل على السيفد ريسيفد سيل، ودي كان عملها نصر. طيب انا عشان عاوز بقى ايه، انا عاوز اسكيب كده ايه الحتت المهمه بس. هو هنا الراجل طلبنا منه ان احنا يشتغل بي دي اف، طلبنا منه ان هو بص يا نصر، طالما انت شغال اس في جي فانت مش مضطر انك تجيب ال 1 اكس وال 2 اكس وال 3 اكس، هم كلهم واحد لان احنا اتفقنا ان هو فيكتور تمام. فدي ممكن تبقى تبص عليها يعني، دي ان انت محتاج صورة واحدة بس. طيب ازاي تعملها؟ خلينا نستهلك الكلام ده. طيب الناس لما يعني من الفان ستوريز كده، لما يلاقي ان هو الاكس كود محتاج منه 3 صور يروح يجيب الصورة ويعمل لها رينيم 1x و2x و3x، اللي هو بص انت هتضحك عليا، طب بص خد. فهو الموضوع مش بالصعوبة دي. انت ممكن هتيجي هنا تقول له بص لا انا السكيل سنجل سكيل بس، وبقية الصور انت مش محتاجها، بس كل ده بس اللي انت محتاجه. انا المعلومة دي لسه عارفها لما قلتها من شوية، فكنت عادي زي البي ان جي بجد. لسه دلوقتي يا اخي. لا تمام. يعني هو الدنيا يعني اسهل شويه،
انا عارف ان في ناس بدات تتعلم من الاول خالص فجايبها من تحت قوي، فانا مش مع الحاجات الجديده دي جديده يعني. انا ممكن انا عرفت من قريب ان اكس كود بيسبورت اس في جي من اول اكس كود 11 مثلا، فيعني هي الدسكشنز هي اللي بتطلع الحاجات الحلوه دي. طيب من الحاجات برضو بان احنا في الصور، انت لو عندك عربي وانجلش فدي رايت تو ليفت ودي ليفت تو رايت، فبلاش عندك في الكود. طلع بيقول لسه عارفها من اسبوعين. بلاش تعمل الكلام ده في الكود، انت هتيجي هنا على الدايركشن تقول له بص انا بسبورت البوث ليفت تو رايت ورايت تو ليفت، وتدي له دي وتدي له دي، وفي الكود تاكسسها عادي بس وتريح دماغك. بدل بقى ايه بص جوه، طب رايت تو ليفت فشوف اللانجوج عامله ازاي، وليفت تو رايت اللانجوج عامله ازاي. كان في حاجه كمان من بدري يا باشمهندس، الايه؟ كانت فين المعلومة دي من بدري؟ يعني في بروجكت أنا عانيت فيه بسبب الموضوع ده. والله كلنا عانينا يعني. انا فاكر بنقضي ويجي لك الكيو سي يبعت لك ايش يقول لك بص غيرت اللانجوج والايكون ما اتغيرتش، ويحط لك السيفيريتي بتاعتها كريتيكال ومش هيسيبك يعني كريتيكال دي خلاص. تقريبا وليد عامل ايموجي كده، تقريبا هو بيشتغل كيو سي ومن الناس اللي بتعمل كريتيكال. طيب لو عندي حاجات الابيرنس بتاع الاب لايت والابيرنس بتاع ليفت، انت تيجي تقول له بص انا محتاجه سبورت الرايت والسوري الدارك مود واللايت مود، فدي برضو من الحاجات الظريفه. بس كل ده من مكان واحد، بما ان احنا ايه جينا لموضوع الايمجز. واحنا الحمد لله يعني مشكورا ان الشباب اللي عملوا لنا جنريشن للسوفت جن اوتوماتيك، الايمج هتكون جنريتد معاك، تقدر تشتغل عليها عادي جدا جدا بكل اريحيه. خلاص الكلام ده من اول اكس كود 15 هيبقى لينا اوتوماتيك، مش هنحتاج بقى اي سوفت جن والكلام ده للاسف. طيب في حاجه، ليه للاسف؟ ما هو خلاص بقى هتكون اوتوماتيك، مش هنحتاج نعمل الكلام ده. سوفت باكرز مش هتبقى للاسف. ليه؟ لا لا احنا اصلا الحاجات دي كانت كويسه، كنا بنعمل بقى فيها تاسكات وسوفت جن والكلام ده. دلوقتي هو عشان ما فيش تاسكات يعني. بس تقول لينا مش للاسف فاضطر شويه. اتفضل بيقول النكست بس مش هيبقى ليه. فيعني الصراحه الموضوع شويه بحس ان هو اصعب فعلا. الناس اللي بتتعلم دلوقتي هتعاني يعني. انت مطلوب منك انك تكون عارف يو اي كاد، تكون عارف سوفت يو اي، تكون عارف كومباين، تكون فاهم اي او اس. الفتره الجايه هيقول لك ديفلوب للماك او اس وفيجن او اس، فهنتعب يعني. كميه حاجات محتاجين نذاكرها مرعبه. بس كل ده ولا حاجه الصراحه، طالما انت فاهم البيزك، انت فاهم الحاجات اللي محتاج يعرفها السوفت وير انجينير. الدوكيومنتيشن اللي محدش بيبص عليها، الريدنج ليست، كل ده ما تعرفوش يا يعني جدعان. ما حدش يذاكر اي او اس، ذاكروا الكمبيوتر ساينس، ذاكروا البيزكس، هي فعلا دي اللي هتفرق معاك بجد يعني، دي اللي باقيه لكم الاخر. دي تنهيده كده. طيب التاسك دي كانت مع نصر، ونصر مطلوب منه ان هو يعمل يونت تيست. هتعملوها ازاي؟ قولوا لي بقى هتعمل ازاي يونت تيست ليو اي سيل، وانت كسيل انت مش محتاج تعرف انت محطوط فين، انت تتحط في اي تيبل في اي وتشتغل، فازاي تعمل تيست للكلام ده؟ لا انا مش عاوز الصمت ده، الصمت ده مش هينفع. كان احمد ايمن منصور بيقول مش هي دي اللي اتكلمنا فيها. لا انا مش فاكر احنا اتكلمنا في ايه الصراحه. اتكلمنا في حاجات كتير. بعد لما انا كان عندي برايفت بروبرتي وقلت لك، فانت قلت لي لا احنا المفروض ان احنا هنتشيك ان احنا ضفنا الفيو بس جوه اليو اي فيو بتاعنا، فاحنا هنتشيك اذا كان الفيو اتحط او لا بس. فهنا برضه نفس الفكره، اليو اي سيل هنتاكد اذا كانت حطيناها او ما حطيناهاش بس. خلينا اقول انا ماشي. عندي حاجه زي السيل،
السيل دي انا محتاجة تيست الكونفيجر سيل. وبرضه يا نصر معلش ما هنحتاج ده ابديت وذ، انا محتاج البروجكت كله يكون ماشي بكونفنشن واحد. انا محتاج لما اعمل كونفيجر للسيل الفيو موديل ده هيكون فيه مثلا تايتل، فانا محتاج اتاكد ان التايتل ليبل ده اتعمل ليه ست بنفس التايتل اللي موجود في الفيو موديل دي تيست كيس مثلا. حلو، محتاج اتاكد ان الريت فيو اسف الريت ليبل بيتعمل له ست بالفاليو اللي جاي له بالفيو موديل. جه حد شغال والبيزنس كان اتعقد شويه في الحته دي وبالغلط غير بيزنس بتاع حاجه، فبقى التايتل ليبل مش بيتعمل له ست بالتايتل بتاع الفيو موديل. التست كيس هتفيد، فدي تست كيس. بس انا اكتر نقطه بالنسبه لي مهمه في الحته دي هي التيبل فيو موك. انا عشان اكسس السيل دي انا محتاج يكون عندي تيبل فيو، فمحتاج اعمل زي موك تيبل فيو يشيل السيلز اللي موجوده معايا، فبالتالي انا يكون معايا انستنس ان السيل دي اعرف اشتغل عليه. وده كان التشالنج الحقيقي للحته دي، ان هو ازاي يا نصر هتقدر تاكسس السيل. كان قدامنا حلين، ان انت تروح تكريت سيل عادي تكريت انستنس منها وكانت هتشتغل برضه معاك، او ان انت تعمل موك وتديله السيل بتاعتك وتشتغل عليها. انا الصراحه حبيت فكره الموكينج وان احنا نعمل موك للسيل ونرجع واتاكد انها بيرجع لي دايما سيل واحده وخلاص الدنيا هتكون فيها لذيذه. بس ده كان سوليوشن ظريف. بس فهي الفكره بالنسبه لي هنا، او الحاجه اللي ممكن تكون الفكره من البي ار ده، او اصعب حاجه كانت فيه هي ازاي ان احنا بنعمل سيل. التيبل فيو موك ممكن يتظبط بشكل احسن شويه، ان احنا ان انا هنا محتاج اخلي السيل دي جينيريك. حد عارف ازاي؟ او اخلي الموك ده جينيريك. هيكون جينيريك ازاي؟ انا محبط يا جماعه، يعني انا السنه اللي فاتت الناس كانت معايا شغل اكتر. لا ده هو تيبل فيو عادي. abstraction يعني هو اللي قصده بجينيريك، يعني اللي انت بتقولوه نوعا ما مظبوط. بس الفكره كلها ان هو نصر في عيب، بس ان الدي كيو دي هتروح تدي كيو سيل انا ما اعرفش السيل دي ايه، فانا محتاج اقول له بص خلي بالك السيل انجكت مظبوط، ممكن تعمل انجكت، ممكن تقوم قايل هنا والله انا عندي حاجه اسمها سيل التايب بتاعها يو اي تيبل فيو سيل، وانت لما تيجي تعمل دي كيو هدي كيو السيل دي. حلو، فوانت بتعمل التيبل فيو موك بتاعك هي دي خلاص ما بقاش محتاجينها. هتيجي تقول للموك انت خلي بالك ان السيل تايب بتاعك اللي جوه التايب بتاعها كذا بس. فلما تيجي تحتاج سيل، هو عمر بيقول لي خليها تي بدل سيل. ماشي يا عمر، انا والله انا مش هزعلك، بس انا بفضل سيل افضل، لان هي بتكون يعني بترفلكت المينج بتاعها. زي الكوليكشن مثلا لو او سيكونس الكوليكشن تايب هتلاقي ان الاليمنت اللي جواها هو اسمه اليمنت مش تي. حلو، يعني في شويه احيانا كده بيفضل انك تدي نيم بس انا مش هزعلك عشان انت صاحبي وحبيبي وكفاءه وهنخليها تي.
عناصر دلوقتي ما بقاش مضطر ان هو تيبل فيو سيلف فور رو ات اندكس، هتقول له قايل له والله موك فيو اندكس بولز، هتدي له الفيرست اندكس مثلا او اي اندكس وهترجع لك السيل. حلو، وحتى السيل اللي راجع لك انت عارف ان التايب بتاعها من التايب اللي انت عاوزه. اتفقنا؟ فشكرا يا ناصر على شغلك اللي انت عملته فيها بصراحه. يعني انا يعني بحس بالذنب شويه لما بدي لحد تيكت هو مش عارفها، بس بفرح ان هو ايه قعد اتكحرت فيها شويه وعرف شويه حاجات هو ما كانش عارفها قبل كده. شكرا يا ناصر. الحاجه قبل الاخيره النهارده السيرش ريسيبت. ودي دخلت كول فيها 1-1 انا وعطله في وسط الاسبوع، والراجل برضو كان قاعد احتاس كده وما عرفش يشتغل ازاي، لان كنت طلبت منه يشتغل كومباين ومعه الراجل ما كانش يشتغل كومباين قبل كده. فخلينا نشوف باختصار كده هو كان مطلوب منه ايه. هو كان مطلوب منه يعمل فيو موديل للسيرش سكرين. انا ليه طلبت ان يتعمل فيو موديل بس ما يتعملش فيو كنترولر؟ يعني في حد شغال على الكنترولر، في حد شغال على الفيو، وفي حد شغال على الفيو موديل. انا طلبت كده علشان الناس تكون فاهمه ان انت ممكن يطلب منك تاسك صغيره جدا في حاجه كبيره، فانت المفروض تعمل الحاجه الصغيره دي بس. دي كانت اول نقطه. ثاني نقطه انك لما تشتغل على كود انت لما تشتغل على فيو موديل او لوجيك انت مالكش دعوه بالفيو، فانت حرفيا هو الراجل خلص دلوقتي اللوجيك كامل بتاع السيرش من غير ما يشوف اليو اي، وده ليفل محترم قوي. فعاش يعني عاش يا محمد يا عطله، ده التاسك مش سهله وانت عملت ايفورت مش سهل. هنبص دلوقتي نشوف ايه اللي اتعمل وازاي نعمل ليه يونت. هو عطا الله مش موجود ولا عطا الله مش موجود؟ تمام. طيب احنا عندنا السيرش زي ما اتفقنا، احنا عندنا زي ما اتفقنا عندنا ايه الانبوتس اللي بتحصل هنا. انا ممكن ابديت التكست كيورد، ممكن ابديت الفلترز، يعني ممكن ابديت مثلا بص انا محتاج الاكل اللي يجي لي يكون فيجيتيريان والريت بتاعه من 3 to 5 ستارز، ومحتاج ان هو يكون مثلا ايه تعمل لي سورت بالبوبولاريتي اكتر حاجه مشهوره. فلما ابديت الفلتر انا محتاج اوتوماتيك اروح ابديت السيرش. حلو، دي اول حاجه. تاني حاجه لو الكيورد اتغيرت انا محتاج برضو تابديت السيرش. طيب الكلام ده نعمله ازاي؟ انا حابب الصراحه ان احنا نبص في الكود بتاع الفيو موديل ده، علشان دي واحده من التاكتس اللي دايما او في الغالب بتكون معانا. يعني بتتكرر كتير الحته دي. طيب فهو هنا في الفيو موديل تايب بتاعه بقى بيرجع لي الريسيبس. انا عندي الليسته اللي ظاهره من الحاجات دي. الليسته اللي موجوده معايا بغض النظر بقى الفيو هيعملها في كولكشن فيو، هيعملها في اي حاجه، دي مفيش فيها اي مشكله. ولو في ايرور، ولو الفيو ده فاضي مفيش في اي حاجه، لو هو حاليا بيعمل لودنج، ولو الكلام ده لود، بغض النظر انت ممكن ما تحتاجش كل الببلشرز دي، بس ده مثال. طيب احنا جينا جوه عملنا ستور للسيرش كيورد الفاليو بتاعتنا، عملنا ستور للفلتر، وعملنا ستور للليست اللي معانا. حاول دايما لما يكون نفس ما يبقاش دي بابلش ذا فاليوز. يعني ايه بابلش ذا فاليوز؟ زي ما احنا اتكلمنا من شويه، انا هحتاج ان انا سبسكرايب على الفاليوز دي. وهنيجي للحته دلوقتي اللي كان بيتكلم فيها احمد ايمن،
ان انا محتاج اعمل اوبريتورز على الكلام ده. بس قبل ما نشوف الاوبريتورز، انا الببلشر بتاع الريسيفز برجع الريسيفز عادي الايرور. احنا جينا عملنا حاجه اسمها ستيت، وانا بحب دايما ان اي لوجيك عندك يكون ستيت دريفن، ودي لما حد يقرا في الريدوكس هيعرف الستيت دريفن، انك يكون عندك ستيت ماشين، وانك لما يحصل ستيت لما يحصل اكشن معين يكون ليها ستيت معينه. الموضوع ده بيكون لذيذ وبيسهل عليك بعد كده الريفاكتور على الكود. فجينا نقول ان احنا السكرين دي فيها اكتر من ستيت. انا عندي انيشال ستيت، انا لسه بادئ، انا عندي ستيت ان انا بعمل لودنج للسيرش، عندي ستيت ان انا الداتا اتعمل لها لود، عندي ستيت ان انا عامل باجينيشن فانا بلود مور، انا بلود داتا بلود اكتر من داتا، وعندي ستيت ان في ايرور. مفيش اي مشكله لما يكون عندي الداتا لودنج في الاول خالص، فانا بعمل سكيلتون فيو اللي هو الفيو الجري ده بيكون شكله حلو. لما يكون عندي الداتا بتلود مور بقوم حاطط تحت هنا اكتيفيتي انديكيتور كده بقول له خلي بالك انا بلود داتا اكتر. لو في عندي ايرور، اسراء كانت عامله لنا فيو جميل جدا اوفرلي كده بقول له خلي بالك حصل ايرور، وفي زرار في النص اقول له بص اعمل ريتراي. ف كفيو موديل انا هجهز اللوجيك بس. طيب الفيو هيعرف الكلام ده ازاي؟ لو عندي ايرور فانا عملت ببلشر للايرور فبتشك. لو الستيت حاليا، لو الستيت كل ما الستيت تتغير ده بيجي هنا على كومباكت ماب، فبقول لو انت ستيت بتاعتك فيلير حلو رجع لي الايرور. لو الستيت دي اي حاجه غير فيلير رجع نل، وانا كده كده عامل كومباكت ماب اوبريتور، فمش هيتعمل حاجه للداون ستريم، مش هيتمت نيو فاليو، فولا كأن اي حاجه حصلت. فاللي عامل سبسكرايب على الايرور ببلشر هيتعمل له هيجي له سينك بان الفاليو دي اتغيرت لما يحصل ايرور بس. حلو، ده مثال لفكره ان احنا نعمل اوبريتور على الببلشر او على الببلش فاليو. طيب بيز امبتي، انا هنا بتشيك على الريسيبس بتاعتي ان هي فاضيه. ومحتاجين برضو نتاكد ان الكرنت ستيت لودد، فده انا بلود، فانا ما ينفعش تقول ان انت دلوقتي فاضي. طيب دلوقتي يعني دي اوبريتورز كتير ممكن نعملها. انا بقول ان انت مش محتاجين الريسيبس. هقول لكم انا محتاج اقول ان انت امتى تكون فاضي، لما يكون الريسيبس فاضيه، ولما تكون الستيت بتاعتي ايه لود، صح؟ يعني لما تلود الداتا وتلاقيها فاضيه، ولما الريسيبس تكون فاضيه فانت كده امتى. نعمل ده ازاي؟ لا قولوا لي كده يا شباب، فكروا معايا. طيب يعني ساعدوني. ممكن السؤال تاني بس عشان ما بص، امتى اقدر اقول ان الليسته دي فاضيه؟ ده السؤال. فكان الكرنت امبلمنتيشن ان لما تكون الليسته بس فاضيه، بس في داون سايد للكيس دي، ان انت ممكن تكون انت كده كده بادئ والليسته فاضيه اصلا، بس انت لسه بتلود الداتا، فما ينفعش تقول ان انت فاضي، صح؟ فعطا الله بيقول ان احنا لما تكون الكرنت ستيت لودد وتكون الليسته فاضيه، ده حقيقي، ده فعلا اللي احنا هنعمله. احمد فتحي بيقول كومباين ليتس، برافو يا ابو حميد. احنا هنعمل ميكس من الاجابه بتاعت احمد فتحي والاجابه بتاعت احمد عطله، ان انا هقول هعمل باي ليتست اقول انا هجيب الببلشر بتاع الريسيبس وهجيب الببلشر بتاع الستيت،
اعمل عليهم ماب. الكومباين ليتست دي بتعمل لك بترجع لك اخر كل لما يتعمل فاليو في ده او ده هيرجع لك اخر تو فاليوز في الاثنين في الاثنين بابلشرز اللي بتعمل كومباين ليتست. فهنا نعمل اللي احنا عملناه من شويه اف سيل بوت از امتي اف كيس ستيت ايكوال ايكوال بوت ايت امتي يعمل ايه؟ خلص ما تنسوش تعملوا ريز. حاجة زي كده يعني هي بس أتأكد إن هي لودد اسمها لودد. هاجي عند الستيت بتاعتي هعمل كوميتد بروبرتي اخليها از لود بادي كيس دي بس محتاج البابليشر بتاعه. طيب مش كده الدنيا بقت احسن شويه ان لازم بتبقى بترفلكت الكيس اللي موجود وان لما الريسيبس تتغير او الستيت تتغير ده هيتعمل له كول فانت الكود بتاعك بقى رياكتيف ان انت ما بقيتش بتقول مش دايما مع كل لما لسه تتغير تروح تقول له بص روح ابديت الازم دي روح ابديت كذا روح ابديت كذا انت مش محتاج كل الكلام ده. فدي من الحاجات الظريفه وحتى الكلام ده احنا احتاجناه في الكيس دي لما اتعمل لما تعمل ابديت للسيرش مكانها هنا غلط او غلط. انت دلوقتي عملت ابديت للسيرش كي وورد وعملت ابديت للفلتر انت هتعمل كل واحده لوحدها. عمل ابديت للفلتر هتعمل ابديت للكي وورد ليه كل واحده لوحدها عشان انت لما تابديت الكي وورد مش شرط انك تابديت الفلتر والعكس صحيح انت ممكن تابديت كل واحده لوحدها. خلينا بس عشان نسايلنت البتاع ده مش عارف افتكرت عمر لما كان على السلاك شانل بتاعت جيت هاب بول ريكوست بيقول له ما تزعقش يا عم انا بقول دلوقتي اكس كود ما تزعقش. طيب فانت هنا عملت كل اللي انت بتعمله انت بتاكسبت ان انت بتاكسبت انبوت ان السيرش اتغير الكيورد اتغيرت بتاكسبت انبوت ان السيرش فلتر اتغير بتروح تسيت الكرنت فاليو بس احنا في الانيشاليزر انا بقول للكيورد لما تتغيري او كل لما الكيورد تتغير او كل لما الفلتر يتغير هتروح بعد اذنك تعمل ابديت تروح تعمل نتورك ريكوست بالكيورد الجديده والسيرش فلتر الجديده ولما يجي لك ريسبونس ابديت الريسيف. ده شكل بسيط جدا لتاسك احنا بنعملها كل يوم. طب جالك يوزر رخم زي حالاتي كده بيعمل بسرعه بيكتب سيرش بسرعه كده انت هتبعت دلوقتي كام نتورك ريكوست؟ واحد اتنين تعرف تعد لحد كام؟
هتبعت بتاع 20 ريكوست. طيب احنا محتاجين نلمت الكلام ده يا ابو حميد، نعمل له ليميت ازاي؟ قولوا لي. صح، حلو. ايه تاني؟ قول يا عمر. لا انا كنت اقول ديفلوبس. وايه تاني؟ في واحدة كمان كده بس انا مش فاكرها. قول اسمها. طيب حلو. ما ايه؟ ايوه فاكرها والله. ايه صورة ال اوتيل؟ ايوه الله عليك، الله عليك يا استاذ. كان في بتاع لذيذه كده، كانت هحاول ادور لكم عليها. كانت عامله انيميشن كده بالموضوع ده، مش عارف، هحاول ابعتها لكم. بس هي الاند باونس بتعمل ايه؟ خلينا ادور عليها. ادوني اللحظات، ادوني دقيقة بس. دقيقة ايه؟ لا ثواني. كانت شورت كده بيقول الفرق بين الثروتل والديباونس عاملين ازاي. لقيته. حلو قوي والله يا جماعة، انتوا حظكم حلو. بص شايفين لما بحرك الماوس بيفاير اكشن، شايفين ايه اللي بيحصل؟ الجزء اللي فوق الريجولر ده ده الاكشنز العاديه اللي بتحصل. الثروتل اللي تحت احنا بنثروتل كل تقريبا نص ثانيه. شايفين الديباونس بيتعمل لها كل امتى؟ انا وقفت دلوقتي. الديباونس بيستنى لحد اخر اكشن حصل، يستنى فتره انت هتقولها له وبعدين يفاير الاكشن. الثروتل بيفاير اكشن مع اخر فاليو موجوده كل فتره، مثلا كل نص ثانيه. الريجلر بيفاير الاكشن على طول. علشان كده انا بحب كومباين، انك مش مضطر انك تروح تعمل خلاص يعمل لك ديباونس. كل اللي انت محتاجه اوبريتور هتقول له بص انا محتاجك تديباونس كل نص ثانيه على الجلوبال كيو. فالاكشنز اللي حاطط لها هيعمل فاير غير بعد نص ثانية لما اليوزر الرخم بتاعك يخلص. دلوقتي وفرت باندود، نفسك من المشاكل ممكن تحصل لك بسطر كود. تمام. انا البي ار ده كان من البي ارز او من التيكتس الظريفه اللي حبيت اكلمكم عنها برضو. باقي اخر تيكت، ازاي يونت تيست الببلشرز او كومباين. طب في حد عنده اي سؤال في الحته دي قبل ما نسكيب على اللي بعده؟ لعبه جميله على فكره. تمام حلو. هو مش المفروض نكنسل برضه الريكوست لو في ريكوست موجود؟ انت ممكن تكنسل التاسك، يعني احنا كده كده عشان شغالين ايسينك اويت فانا بعمل تاسك. حلو. انت ممكن تعمل ده سؤال حلو. شكرا يا عبد الرحمن. ممكن نعمل هنا برايفت تاسك حاليا. التاسك دي ليها زي الببلشرز، ليها اوتبوت وليها فيلير. الاوتبوت بتاعي فويد، انا في ميثود مش بترجع اي حاجه، والفيلير بتاعي نيفر. انا عندي التاسك دي لما اعملها هديها للاونجوينج تاسك جوه. قبل ما اعمل اي حاجه هقوم قايل يا تاسك از كانسلد، اتاكد ان التاسك دي مش كانسل.
الكود اللي احنا كتبناه بيعمل ايه باختصار؟ ان انا باساين التاسك اللي انا بعملها دلوقتي للكرنت تاسك. دي اول حاجه. فانا لو كان عندي في تاسك قبل كده موجوده خلاص هي اتعمل لها دي الوكيشن، فالمفروض انها تكون كانسل. وانا جوه بعد ما عملت لود، دي التاسك اللي بتاخد وقت، ان انا بلود الداتا، فانا جبت الداتا معايا. لما جبت الداتا بتشيك التاسك دي كانسلد ولا لا. لو هي كانسلد طريق السلام، ما تكملش. هي نوت كانسلد، ممكن تكمل عادي وتسيت الريسيبت بالريسيبت اللي جنبه. تمام، شكرا عبد الرحمن. في حد عنده سؤال تاني؟ ده سؤال حلو على فكرة، بنطلع بأفكار. اتفضل يا عمر. يعني هو في الحتة دي هيجي مع كل، يعني كل ما يجي يكتب حاجة في السيرش هيحصل تاسك وبعدين هيتكنسل، يعني كل التاسكات اللي قبل كده هتتكنسل لحد ما يقف. انت هتكون انترستد باخر تاسك بس. بالظبط. لا لا تمام. ثواني، احنا في حاجتين دلوقتي. احنا عملنا دي باونس، انا كده كده عملت دي باونس، فانا اصلا مش هيتعمل كل الابديت غير لما الراجل ده يخلص. لما يقف. طب دي هو اول كده حاجه. الاثنين مع بعض. هو الكيس التانيه ايه بقى؟ ان انا عملت سيرش، اسف، ان انا كتبت كي وورد جديده ووقفت، فانت المفروض هتروح تعمل ايه؟ ريكوست. انت النتورك عندك بطيئه شويه، فحصل في اللحظة دي. وان دي استنت شويه، استنت بتاع 10 ثواني، هو الراجل لقاك اتاخرت فراح عمل كتب ازاي؟ كتب حاجه تانية او غير الفلتر، فانت هتعمل ايه؟ هتروح تبدا تاسك جديده. حلو، فانا ما فيش مشكله، انا الديفونس تمام، السينك تمام، فانت هتروح تعمل تاسك جديده. فانت بدات التاسك، فانت التاسك القديمه خلاص انا مش محتاجها، فيول ستارت ا نيو تاسك. انت بدات تاسك جديده بس التاسك القديمه هي المفروض كانسل خلاص، فانت محتاج تعمل ايه؟ انت لما التاسك القديمه تلود الريسيبس بقى خلاص ربنا كرمها وجيت، فانا خلاص انا مش محتاج. انت فهتقول له ايه؟ ريتيرن. خلاص انت ما تعملش اي اكشن. تمام، تمام. حلو. عطل احمد، عطل الدكتور. عطل الدكتور رفع ايده برضه، تقريبا هو عنده مشكلة في الصوت. طيب في حد عنده؟ طب ممكن تكتب عطلة واحنا عن مايك. وفي بوينت في الحتة دي كمان، هو أنا لما بكتب حاجة في السيرش وعملت سبيس أكتر من مرة مثلا في الآخر، هو مع كل سبيس بيروح برضه بتاع، ولا أنا لازم أفاليديت السبيسز دي؟ فاهمني؟ والله ده سؤال عظيم. يعني انا سعيد الصراحه بالاسئله دي، وبتفكرني كده بشويه ايدج كيسز في حاجات احنا عملناها. بالظبط بالظبط. هي الحاجات دي بيطلعها التستر بقى. بالظبط. دي ميزه انت خلاص في الابديت سيرش ممكن تيجي هنا في الكيورد تقول قايل له بص كان في ميثود بتعمل تريمينج كاركترز ان كاركتر سيت وايت سبيسز اند لايت، هو هيجي يشوف في ايه بعدها وخلاص. حلو، شكرا يا عمر، بجد شكرا جدا. وممكن كمان في اوبريتور حلو قوي ممكن نقوم جايين عندنا هنا. كان في اوبريتور اسمه ايه؟ اللي كان بيجنور ال values اللي مش زي بعض، كان بيجنور حاجة. لا انا فاكر اسم ولا نروح نسأل شات جي بي تي؟ انا مش فاكر. الاوبريتور بيجنور ال values الكونفورم لبعض. لو عملت ابديت للسيرش بنفس الفاليو انت مش محتاج تعمل اي حاجه.
شباب حد يساعدني. remove duplicates ان انت لو محتاج مثلا تيجنور القراره فانت محتاج بس اليونيك فاليوز، فانت ممكن تعملها بالشكل ده، تقول له والله بص لو الكيورد تساوي الكيورد الجديده يعني الفاليو القديمه دوت كيورد والفاليو الجديده دوت كيورد الكيوردز، فدي حاجة كويسة. مدلعين اليوزر والله. لا يا العظيم يعني بص احنا عشان نعمل الكلام ده قبل كده كنا بنتبهدل يعني. ايوه. ده لا. انتوا محظوظين يا جماعة. طيب انا عارف انا طولت عليكم النهارده، هل انتوا فايقين مثلا نكمل في اليونت تيست بتاع الكومباين ولا مش قادرين؟ سامعني طيب؟ يا باشا طول براحتك، طول يا باشمهندس طارق ما يهمكش. خلاص احنا نكمل يعني ان شاء الله مش هطول عليكم، يعني كلها حاجات بسيطة. ازاي نعمل يونت تيست لكومباين؟ ازاي؟ يعني انا برضو عايزكم تاخدوا بالكم من حاجة، ان احنا والببلشر عبارة عن ستريم، يعني هي بايبلاين ماشية فيها داتا، فاحنا عاوزين ناخد بالنا من الحتة دي. في ارتكل رهيبة كان ساندل كان عملها، ازاي تعمل يونت تيست لكومباين. الارتكل دي رهيبه الصراحه، ملخص الموضوع بشكل كويس جدا. انا هوك ثرو معاكم كده الموضوع ماشي ازاي، واقول لكم ازاي تستخدموا الكلام ده عندكم، وخلي بالكم الكود ده مش هيشتغل، الكود ده فيه باجاي، هقول لكم الباج موجوده فين وازاي تستخدموها. هنستخدمها عندنا، هنشتغل على الجزء بتاع الكرييت create account. بلاش create account، خلينا نشتغل على اللوجن هتكون اسهل شويه. مش خلينا نستاش الكود ده، نتشيك اوت على الديفلوب بما ان هو latest. ونشوف اللوجن. اللوجن كل دي publish the files هنحتاج نيتريت عليه تاني. مش نبص على ال create account. مش ال create account كان معمول قبل كده، كان معمول قبل كده ب closures. محتاجين نشغل الكلام ده بكومباين. انا عاوز حد شاطر كده يعمل انميوت ويفكر معايا، حد سعيد الحظ ما تخافوش يعني، هو هيفكر انا هعمل كل حاجه ما تقلقش. يا حد يرفع ايده هيختار حد راندوم. اختار مين؟ حد يرفع ايده يا جدعان، يعني الموضوع مش ازمه. يا عمر تفكر معايا، مش هنعمل حاجه جديده. يلا ماشي يلا بينا. طيب انا كنت عايز اقول حاجه بس قبل ما نبدا. في ايو 17 ما بقاش محتاجين كل الاد ببلش تي دي، بقى في بقى في اد اوبزرفر فوق قبل الكلاس وخلاص. هي اد اوبزرفر وهيظبط لك كل الكلام ده. انت مش محتاج تعمل اد بابلش بقى تاني. انا عالمي الصراحه. حلو جدا.
طيب احنا هنا محتاجين نكون للببلشر صح؟ مظبوط. فاحنا بدل ما هي كانت ميثود محتاجين نخليها از بوتن انيبل مثلا. اوكي بتاعها اني هيبقى بوليان بوليان اونيبل والايرور بتاعه نيفر مفيش عندي ايرور. على على الكنترولر بدل ما احنا كنا بنكونفيجر الكلام ده بميثود هنعمل حاجه شبه ده بالظبط بس هم اي للفيو موديل دوت ايبل بابلشر هنعمل ايه؟ دوت سينك بلاش لا سينك مش بقى سينك. فيه دي الساين صح بالظبط. عندنا حاجه حلوه ان انا بدل ما اعمل سينك وست الفاليو بالشكل ده انا في عند اوبريتور اساين تو با اساين تو فاليو بالكي باث على اوبجكت انا بديهوله نفس الكلام ده يوم ما يخلص ايه اللي يحصل؟ طريق السلام محتاجين نحط الكلام ده ايه؟ اعمل ايه؟ لا لا يا كنسلبل طيب سد كنسلبل لا كنسلبل يلا هنا ايه؟ الفيو بتاعي زي الفل الفل وعشر طيب محتاجين نابديت الفيو موديل بحيث ان هو يرفلكت الكلام ده صح؟ مظبوط في الفانكشن دي احنا كان عندنا الميثود دي بتكونفيجر اون بوتون انيبل فاحنا عاملين ستور للكلوجر هنا ما بقيناش محتاجينه وبقينا بنتشك لما بتروح تابديت الانيبل بوتل ستيت ما بقيناش محتاجين الكلام ده كمان هعمل الكلام ده كله هعمل الكلام ده كله هنا هنعمل كل الفاليديشن دي جوه بص نعمل الفاليديشنز دي كلها جوه الكومباين ليتست او الحل الاسهل دلوقتي عشان نكسب وقت ان انا هخلي هنا بس ببلش ذا فاليو اقول له ايه ده فولس يعني الشغل بتاعته فولس رجع له هنا بس البتاع دي انا انترست اهم حاجه بالنسبه لي هي البارت بتاع اليونت تيست بس على الـ على الفاليديشن هنا عامل ازاي انا محتاج اتاكد ان اليوزر نيم مش فاضي محتاج اتاكد ان الايميل مش فاضي محتاج اتاكد ان الباسورد مش فاضي وفاليد واخر حاجه محتاج اتاكد ان الكونفيرم باسورد بيماتش الباسورد لو الكلام ده كله صح فانا هقدر انيبل البوتون تمام بس جدا مفيش فيها اي حاجه خلوني بس هكومنت احنا هنشتغل على ميثود واحدة دلوقتي وبعدين نبص اللي بيحصل فيه انا محتاج اعمل ايه انا محتاج سبسكرايب على على الستريم ده ومحتاج كل فاليو جديدة في الليز انيبلد امسكها واشوف الفاليو دي بتماتش الاكسبكتد فاليوز ولا لا يعني ايه يعني انا في الابديت يوزر نيم
انا اديت له يوزر نيم بس الايميل والباسورد والكونفيرم والترمز اند كونديشنز لسه مش سيلكتد. فانا بالنسبه لي البوتون ده محتاج ان هو يكون ديسيبل صح؟ هيكون ديسيبل. الايميل انا ابديت الايميل ماشي تمام بس لسه الباسورد والكونفيرم والاكسبت لسه مش ما فيش فيهم فاليو. عملت ابديت الباسورد لسه مش فاليد دي تالت حاجه. رابع حاجه عملت ابديت للكونفيرم باسورد لسه برضو مش فاليد لازم انت تاكسبت الترمز اند كونديشنز. واخر حاجه عملت ابديت الترمز اند كونديشنز خليتها بترو واليوزر عمل اكسبت ليهم ساعتها هيكون انيبل. بس انا مش محتاجه تست اخر فاليو بس انا محتاجه تست ان انا اتعمل لي ايميت لخمسه فاليوز صح اربعه فولد والاخيره بترو والاخيره بترو بالظبط صح. فده دي بالنسبه لي التست كيس المظبوطه. فاعمل كده ازاي الصراحه؟ هو ساندل كان عامل يعني جون ساندل كان عامل فكره رهيبه للموضوع ده. انا هاجي عند هعمل اكستنشن على الببلشر وكولكت الفاليوز. هكولكت مثلا انا محتاج هنا خمسه فانا هكولكت خمسه فاليوز حلو واعمل له ريز لان ببلشر. فخلونا ناخد نفس الاكستنشن يعني ويل طويل. طبعا في هنا كومباين انا هخليهم بس في مكان واحد يعني هنا على النت وهشير معاكم اللينك بتاع الارتكل. هو ايه مش هو زعلان ليه؟ شوف هو مفيد لي بالظبط. الايرور اللي في الارتكل ان احنا بنعمل اكستنشن على الببلشر والببلشر ليه انا هاكسس الببلشر يعني هاكسس الببلشر الببلشر ليه ليه اوتبوت وليه فاليو. هو هنا عمل الارتكل ان انا محتاج ارجع لسته من الاوتبوت وعمل هو فرض ان الفيلير بتاعي بنيفر بس ده مش صح. انت محتاج تقول خد الكرنت فيلير عشان بس يكومبايل معاك. فهي اول ايشو موجوده في الارتكل عشان الكود ده يشتغل. طب احنا عملنا اول حاجه احنا جمعنا النكست نمبر اوف انبوتس. ازاي بقى اسرت الكلام ده؟ هو عامل برضو ميثود ثانيه رهيبه الصراحه. عمل اكستنشن على التست كيس وعمل ميثود اسمها await publisher. دي بتاويت generic type of publisher انت بتدهوله وبتديله تايم اوت وبتديله الفايل واللاين. لو فاكرين واحنا في اللوجر كنا عملنا حاجه شبيهه بكده بحيث انك يلوج في الاسرشن يقول له انا عملت فيل في الفايل ده واللاين ده. وكل اللي هيعمله باختصار ان هيعمل اكسبكتيشن هيقول انا مستني حاجه تخلص خلال التايم اوت ده وعندي ريزلت. الريزلت دي هستخدم الببلشر اللي انت عطيه لي واسنك على الفاليو. وكل ما يجي لي فاليو جديده كل ما يجي لي فاليو هحطها عندي في الريزلت هقعد اعبي الريزلت بالفاليوز دي. ولكن لو جالي فيلير هخلي الريزلت بالفيلير بالايرور اللي جالي وهستنى التايم اوت واتاكد ان الريزلت اللي جاي اللي جات لي فيها سكسس مفيش فيها ايرور. لو في عندي ايرور دي هتفيل. فبالتالي الاويت ببلشر دي هتفيل. ده اوفرول كده الميثود دي بتعمل ايه باختصار. ممكن تبص عليها يعني بشكل اكتر بعدين بس علشان الوقت ما يحصلش اوفرلاب اكتر من كده. الميثود دي فيها مشكله
انك وانت بتويت البابلشر محتاج تفاير الاكشن، وفي في تاكت مفتوحه على جيت هاب بالايشو دي، وانا كنت جبت السوليوشن ده من هناك. فانت محتاج تديله الاكشن ده، محتاج تقول لي اعمل ايه واستنى ايه. الميثود دي بترو محتاج هنا قبل ما تويت فور اكسبكتيشن محتاج تفاير الاكشن بتاعك. الباقي استخدم نفس الميثود اللي عملتها اسراء بس بشكل تاني. خلونا اول حاجه let publisher يساوي view model dot enable publisher اول حاجه الجفن. طيب عندنا await publisher، الببلشر ايه اللي هو عايز enable publisher والاكشن اللي يحصل لما تعمل ابديت للكلام ده. كان الريزلت بتاعتك احنا محتاجين نأثرت ايه؟ محتاج اكسكول أثرت محتاج أثرت البردل عادي آسف. احنا هنا محتاجين الببلشر ده، محتاجين يوت اللي احنا عاملينه من شويه، محتاجين نكولكت الفاليوز، محتاجين نكولكت اول ثلاثه مثلا فيرست او نكست. اسف الريزلت دي محتاجه اتاكد ان اول حاجه بفولس وثاني حاجه بفولس وثالث حاجه بفولس. طيب انا عندي اول حاجه المفروض تكون بفولس، ثاني واحده بفولس، ثالث واحده بفولس، ورابع واحده بفولس، وخامس واحده بترو. احنا لما خلاص لما كل التشيكس فاليد فولس فانا محتاج اقول كمان واحده بفولس واخر واحده بترو. نجرب حاجه ماشي عشان هنا بروتوكول موك فهدي الروست. فعشان احنا عاملين موك للبروتوكول فاحنا غيرنا السيجنيتشر فهو عشان كده زعلان. تقريبا مسحت حاجة كمان بلغة التست كيس بيقول ان الميثود دي ممكن تترو. ماشي ايه بقى خلاص يا ده غلطت انا عشان الموك اللي احنا عملناه مسحت فيه حاجة كده. سوري انا مسحت اصلا الميثود بتاعت ابديت يوزر نيم. طيب محتاجين ران التست كيس. طبعا احنا هنا عملنا كولكت للنكست 3 بس تمام. انا محتاج اكمبير النكست ايه النكست 5 elements. فالتست كيس دي هتفيد. ماشي ده مظبوط ليه؟ لان انا بيقول لي ان انت عندك انا جمعت اول ثلاثه values اللي هم بفولز وهو دي حصل ليها فيلير
بس انت بتقول لي ان انت مستني ان هي تبقى فولس 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 ترو. طيب نجرب نخلي دي 5 زي ما احنا مستنيين، جمع لي اول 5. طيب التست كيس سكسيد. هو لو اديت اكتر من 5 هتسكسس برضه؟ لا هتفيل. اديله بس هنا بس ما تنسوش يا جماعه تخلوا التايم اوت، ما حدش يزود التايم اوت عن ثانيه. بس ثانيه يعني ايه؟ خلوا التست كيس السريع. لو انت بتقول له جمع لي 20 وانت ما فيش عندك 20، ايه اللي هيحصل؟ هيقول لك ان انا عندي الاكسبكتيشن حصل لي فيلير، انا كنت مستني نون نيل فاليو بس انت ما فيش، ما جاليش اوتبوت. ودي بالنسبه لي صح. انت بتقول انا المفروض دي فاير 20 20 اكشن بس انت ما حصلش 20 في الثانيه، فده مظبوط. لا انا عاوز كده. فتخيل فانت تيست كيس بتاعتك ماشيه زي ما انت عاوزها بالظبط، الريزلت بتحصل زي ما انت مستنيها بالظبط. تمام. يعني دي من الطرق اللذيذه جدا اللي انا بتست بيها كومباين. حاولوا تستخدموها. هشير معاكم الارتكل. ما تنسوش الارتكل محتاج الحته دي، التايم اوت يتظبط، الفيلير محتاج يكون فيلير بدل نيفر. غير كده هتكون الدنيا عندكم تمام. وشكرا يا اسراء، تقريبا اسراء هي اللي كانت عملت التست. او اسراء، فشكرا يا اسراء. في حد عنده سؤال في الحته دي؟ الفل. زي الفل. الله عليك يا استاذ. الله عليك يا استاذ. كان برضه عاوز اشكر، كان في حد عمل بروبوزال امبلمنتيشن تاني، كان عمل سباي. فيعني احنا لازم نشكر الناس اللي بتتعب معانا وبتشير النولج. ثواني افتكر كان احمد. مين؟ كان احمد فتحي. كان احمد ايه؟ احمد فتحي. احمد على فتحي. احمد على فتحي. سلاك. شكرا يا ابو حميد. يعني لو حابب تقول حاجه كده وتشير السوليوشن بتاعك مش مشكله. بس شكرا ليك يعني انك اهتميت انك تشير السوليوشن مع الناس. شكرا لكم يا جماعه بجد والله. يعني السيشن النهارده كانت لذيذه. حد عنده سؤال طيب في اي حاجه؟ اي سؤال في اي حاجه؟ طيب احنا الاسبوع الجاي اجازه، الاسبوع اللي بعده هنكمل. في معايا تاسك للناس، لو حد حابب يعني نبص على ديزاين باترن. يعني انا حابب 3 يختاروا 3 ديزاين باترنز وازاي نستخدمهم عندنا في البروجكت، وهبعت لهم لينك ان نتكلم مع بعض فيهم بحيث يكونوا جاهزين ان هم يتكلموا فيهم المره الجايه. انا حابب الناس كلها تتكلم، الناس كلها تكونتريبيوت. يعني انا قبل كده في ناس ادتني الفرصه ان انا اتكلم، ف انا حاسس ان ده دور ان easier for the others to talk. عمر اتفضل. اختار انت بقى. طيب احنا هنختار حاجه في الكرييشنال باترنز، وهنختار حاجه في الاستراكشنال باترنز، واخر حاجه في البيهيفيرال باترنز. فانت اختار هديك فرصه تختار في البيهيفير. انا اخترت لك بيهيفير، اختار حاجه ما تصعبهاش على نفسك. يعني اختار اسهل حاجه. هو بيقول لك اسهل حاجه يا اسطى. اسهل حاجه قدامك ايه؟ على الشمال، على اليمين، فاهم؟ الحاجات دي امتي يا شوال بالظبط. عبد الله بيقول لك الاستراتيجي حلو وسهل، ايه رايك؟ الحاجات يا جدعان اللي هي
عايزين حاجة جديدة، وانا طلع انت حاجة جديدة احنا مستخدمهاش. ما تاخد الاستراتيجي هي هتلاقيها هيبقى هات كويس. الاستراتيجي، ماشي هات الاستراتيجي. هو يبان صعب بس هو هطلع المقارنة. بتلاقي الدنيا سهلة أوي. كان أحمد طلبة بيسأل، أنا معرفش حاجة عن اليونت تيست، إزاي أبدأ أتعلمها وفي ماتيريال؟ بص يا أحمد، لا آسف، بص يا طلبة، ادخل على البي آرز اللي مفتوحة، شوف الناس بتكتب يونت تيست إزاي وتعلم يونت تيست. أكتر حاجة هتعلمك يونت تيست إنك تشوف أفكار إزاي تتست بيها وأنت إزاي تعمل يونت تيست، فهتلاقي شوية أفكار حلوة. وخد التيكتس اللي موجودة أصلا، جرب تكتب يونت تيست أنت لنفسك. على فكرة التيست كيسز لسه مش بتكفر إدج كيسز كتير، يعني لو النيم مثلا مش فاضي اعمل كذا، لو النيم مليان اعمل كذا، فأنت محتاج تتست كل الكلام ده. في سؤال تاني، إيه اللي عامل لي يونت تيست؟ أي حاجة أنت كتبتها اعمل ليها يونت تيست. يفضل انك تبدا تست اللوجيك وبعدين ممكن تست اليو اي لو مفيش معاك وقت. تمام، وكلمني لو محتاج اي حاجه. طيب احنا خدنا حاجه للبيهيفيرال باترن، محتاجين حد يتكلم عن structural باترن، وكلهم سهلين يعني، اللي هيجي يقول لي بقى صعبه وكده مش هسيبه. بجد دول اسهل حاجه اصلا. يعني يعني تقريبا كله استخدم ده في حياته، ممكن ما يكونش عارف انه استخدمه، بس هو هتلاقي هيجي يذاكره هيلاقي عارفه، فاهمني؟ بتستخدم بس انت مش عارف ان ده موجود. بالظبط. طيب اختاروا حاجه يا شباب. عطلنا بيقول البريدج رخم شويه. لا رخم على نفسه. طيب حد يعني اي حد الادابتر لذيذة، الادابتر جميل جميل قوي، والفاسيد حلو، والديكوريتور اكستنشن. شباب اي حد موجود ممكن يختار حاجه ويذاكرها، يعني حتى لو هو جه ذاكرها وجه قبلها حس ان هو مش قادر يتكلم فيها قوي، مفيش مشكله هنظبطها مع بعض. اي حد من الناس اللي موجوده تبقى فرصه كويسه ليك وانك تتعلمه. مفيش حد حابب يتكلم فيها؟ يعني انتوا خسرانين. عطلة بيقول ممكن ياخد بروكسي. هو عطلة وعبد الله رفعوا ايديهم في نفس الوقت، بس حاسس ان عطلة بعت الاول، فممكن عطلة ياخدها. سوري يا عبد الله، معلش. عطلة الدكتور، صح؟ عطلة الدكتور، دكتور عطلة اتكلم عن البروكسي. واخد حاجة سهلة انت برضه. طيب الكرييشنال مفيش أسهل من كده، مفيش أسهل من كده في الدنيا. مصر هياخد البلد. أنا اتهريت الفترة الأخيرة دي. أنت بتفكرني السنة اللي فاتت كان معانا مين؟ أنا رايح عنده زهايمر ولا إيه؟ المهم كان اتبهدل في موضوع البلدر ده، كنا استخدمناه في موضوع اليو اي اليرت، فازاي بنبدل الاليرت ببلدر. كان زياد. زياد هو حتى نفس الصوت زياد. بتاع مصر. ايوه بس هي بتاعت مصر كانت لذيذة الصراحة. طب ايه، يلا حد يختار. الناس اللي بره ممكن تختار عادي على فكرة. عبد الله رفع ايده، تتكلم عن ايه يا عبد الله؟ ممكن اي حاجة، مفيش مشكلة، ممكن بلتر او سنجلتون او اي حاجة، مفيش مشكلة يعني. لا اختار، انا اخترت لك الكرييشنال باترنز، انت اللي تختار التايب. طيب تمام، ممكن اتكلم عن الكوريكت امبلمنتيشن للسنجلتون ممكن ولا ماشي اهبل در عبد الله. ما عايز، مفيش مشكلة. لا لا خلاص، هي سينجلتون انا عاجبني التوب. وفي لينك يا باشمهندس، كان في حد شارح ديزاين باترن كاملة يعني، كنا شارح في الشات
ماشي تمام. الفيديوهات يعني. حلو، انا بحب برضه جور الصراحه، الناس عامله شغل كويس جدا. انا الورك دي كلها هحطها نتكلم فيها بعدين. هسكادول ميتنج مع الناس غالبا هيكون في وسط الاسبوع او الاسبوع الجاي، نتكلم عن الريدنج بس لو حد عنده سؤال فيها. طيب حد عنده اي سؤال اي حاجه في الاي او اس قبل اجازه العيد؟ اي سؤال في اي حاجه، اي حاجه مش فاهمينها، تكنيكال مثلا ولا سؤال ايه؟ تكنيكال نون تكنيكال مش فارقه، اي سؤال في الفيلد عموما. هذا فرصة مش تتكرر. طيب حلو، هي هو في ناس بتانميوت وتسكت، انميوت ويسكت. وانا محتار اسال بصراحه، علشان مش عايزين نطول السيشن لفتره اطول، بس فممكن السؤال ده برجع له تاني. هو عطله بيقول ان هو هيروح يذاكر فلاتر. انا عاوز اقول لك ان هناك عندهم ديزاين باترنز حلوه تانية برضه، يعني عندهم الاستيت عالمي. الناس اللي بتروح فلاتر هتنبسط، يعني فلاتر من الحاجات اللذيذه اللي موجوده وانت بتديفلوب في الموبايل. بروفايدر لذيذ برضو، الاستيت والبروفايدر من اكتر الحاجات اللي بستخدمها في فلاتر الصراحه. فيعني انت رأيك احمد في الموضوع بتاع كومبوز الجديد ده؟ كومبوز فين؟ كومبوز ده اندرويد صح؟ اه ماله، ايه اللي حصل؟ عمل ايه؟ عمالين داخلين في حتة الكروس بلاتفورم هم كمان. عايزين تكتب برضه اي اس واندرويد الاثنين. كيمات اه ايوه كيمين هي كويسة يعني. بص الصراحة أنا جيت في مرحلة قلت، أنت حسيت إن ليه الأي أو إس والأندرويد يقعدوا يكتبوا نفس اللوجيك؟ حتى انت بص هو عاجلا أم آجلا هنوصل للمرحلة دي، فخلينا جاهزين، خلينا نعمل اللي علينا لحد لما يجي يحصل إن إحنا محتاجين الموضوع ده نكون إحنا جاهزين. عشان كده بقول لنا خلينا. انا نفسي قبل تاخد خطوة في الموضوع ده بس، وتخلي الشيفت يو اي حاجة تنفع كروس بلاتفورم، هيعملوها. بحيث ان احنا ما نروحش لحد، احنا عايزين الناس اللي تجيلنا. ولي ولي اه انا لا اروح لكوتلين، مع ان كوتلين شبه سويفت جامد، بس هي الفكرة يعني مش عايزين نروح احنا نتعلم حاجات تانية مختلفة شبه اللي احنا بنعملها، وهم يجوا لنا اسهل وخلاص. بالظبط، هي ابل اللي يطلع منها كل حاجه الصراحه، ومصيرها ومصير الموضوع ده يحصل. اه اكيد. حلو، بس هو عطا الله كنا بنتناقش في النقطة دي جامد من فترة، ان هو عايز يتعلم فلاتر، وانا بريكومند عليه يتعلم سوفت وير اي احسن الاول. فانت ممكن تفصلنا دلوقتي بقى يعني. بص هي فلاتر كويسة يعني، انت بس انت ما تروحش. بص اللي بيتعلم فلاتر غالبا بيحاول ان هو يكون عنده باك جراوند للنيتف كمان، يعني بيكون فاهم اي او اس وفاهم اندرويد وفاهم فلاتر. في اماكن بدأت تروح، لان انت لما تشتغل فلاتر في كيسز هتحتاج انك تكتب نيتف كود، هتكتب سويفت وهتكتب كوتلين. فاللي بيشتغل فلاتر وفاهم الاتنين هيبقى كويس جدا. اللي عطلة بيقوله كويس ان هي تول جانبية، بس الاساس نيتف صح، بس انت محتاج تكون عارف. يعني افتكر دايما الصراحة أنا كلمة فاهمك. مهندس الظهران دي، تاني اعرف عن كل حاجة وخليك شاطر في حاجة، فاعرفها عن كل حاجة وخليك مستر حاجة واحدة. انا الصراحه بفتكر بقى، يعني انا مبسوط جدا بالجانب اللي معانا في تمبو. الناس ممكن الاقي حد باك اند داخل يكتب سوفت كود عادي، بلاقي بي ار طالع كده ايه من تحت، واحد دخل يعمل حاجه.
واحد دخل في الفريم ورك بتاعت الاي اي ان هو يلعب في حته. بص انت، الناس بتدخل في كل حاجه، مش هم سوفت وير انجينير، مش اي او اس انجينير. انت هو الستاك بتاعك كذا، بس انت ممكن تدخل في كذا ستاك تاني. ايه تاني؟ كان عطله كده في الميتان على موضوع التي سي اي. هو هل التي سي اي فعلا هيبقى حاسس معمول عليه ضجه جامده قوي؟ سو اكشلي مفيش ناس كتير بتستخدمه، مش عارف. والله يعني انا ما سمعتش عنه كتير. انا تقريبا التي سي اللي اسمع عنها في النتوركينج او الكونكشن، مش عارف هي دي اللي تقصدها ولا حاجه تانية. اللي هو الكومبوزبل اركتكشر. كومبوزابل يعني، ما انت ما انت ممكن تعمل كومبوزابل على صغير كده يعني. اللي احنا عاملينه مثلا في اللوجن هو كومبوزابل، بس على ايه؟ كومبوزابل صغير كده. انت عندك اكشن، لما يحصل اكشن الستيت بتتغير، مع ده كومبوزابل برضه، بس ايه، كومبوزابل كلابي. مش لازم بقى ايه يبقى الاكشن بينام والكلام ده، ما بلاش اوفر انجينير الدنيا. ايوه ده حقيقي. بس نجيب انا بحب الصراحه الستيت دريفن، ان عندك ستيت للسكرين بتاعتي وانا عارف انا واقف في انهي ستيت، والستيت دي اللي بيحصل فيها. الموضوع لذيذ. زي يعني زي يعني السوفت وير تعتبر كلها ستيتس، بالظبط، فكرة كلها انت بتلعب بالستيت بس بتاعتك. ده حقيقي. الموضوع حلو. في اي سؤال تاني او اي حاجة؟ خلاص طيب، حلو. يعني احنا داخلين دلوقتي في ال3 ساعات، انا مش عارف انتوا استحملتوني ازاي، بس فكرتوني بالسنة اللي فاتت. لو حد معاه تيكتس او حاجة، نصر وعبد الله وإسراء وعطا الله وعطا الله وعبد الحميد وكلارا ودعاء، نحاول بس نخلص التيكتس يعني قبل أجازة العيد يا ريت. هو في وبعد بي ارز كتير معمول عليها ابروف، عرفت الناس تعمل لها ميرج، عشان هو كل شويه جيت هاب بيخش يشتمني ان انا المفروض اعمل ريفيو وهي الحاجه معمول عليها ابروف اصلا، هو مش عارف هو والله ليه مصمم. والمصحف الأولاني ريفيو. انا لو كده، انا فعلا انا هاجي يوم الوقفه هتدخل وهخلص البي ارز اللي مفتوحه، ولو بي ار معموله وصاحبها ما اشتغلش فيها، انا قصينها على حد تاني ومش قصينها على دي تيكتس تانية. فهو ده يعني ايه، بس حسن الطيب خلاص. فانا انبسطت جدا الصراحه بالسيشن النهارده، يعني كانت دسكشن لذيذه. لو حد برضو من الناس اللي مش في الـ8 وحابب يعمل تيكتس، ممكن يكلمني على سلاك ونبدأ نقصين على تيكتس. واضح ان في ناس هيتعمل ليها ان اساين على التيكتس، فهيبقى معانا تيكتس متاحة. يلا، انجوي الاجازة يا جماعة، كل سنة طيبين، و نشوفكم يا رب دايما على خير، ونتقابل بعد العيد. سلام.